تعلن أكاديمية القديس كرولوس عن وجود محاضرات لدكتور هاني رزق عبدو الكاتب المسيحي الدولي والعلامة الديني المصري الحائز على 7 جوائز عالمية في النشر المسيحي الدولي وثلاثة ألقاب دولية متميزة من دور النشر العالمية وهي The Great Guru Abdu, CBS World News 1981 The Egyptian Sphinx, Cambridge and Sterling Publishers 2011-2012 The Egyptian Messiah, Worldwide Who's Who and Profiles Magazine, New York 2013 To view the videos, lectures, go to www.stkirollosacademy.org Click on the last item in the menu, Dr. Hani Rizq Abdu, Video Lecture. بشارة العلم المسيحي للحق 17 كتاب هنا من نيويورك أحد مراكز القديس
كيرولس السادس لبشارة العلم المسيحي الحق. أرجو أن تتابعوا هذه المحاضرات بكل علم وفهم ويقين روحي مقدس بالروح القدس، والله يكون معنا جميعا. مبارك الآتي باسم الرب. مبارك الآتي باسم الرب. مبارك الآتي باسم الرب. كريا ليسون يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. بركة يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. بركة جميع القديسين تكون معنا. امين. القدس إله واحد. أمين. مبارك الآتي باسم الرب. الرب يكون معنا. بركة العذراء مريم وجميع القديسين تكون معنا جميعا. هاني رزق عبده الملقب بالإيجيبشن ميسايا في دور النشر العالمية وفي الجامعات الأمريكية فور لأجل رايتنج ببلشنج تيتشنج أند بريتشنج ذا ترو كريستيان ساينس بايبل الذي يتضمن يعني إنجيل علم إنجيل بشارة علم المسيح الحق للألفية الثالثة الذي يتضمن 17 كتاب في بشارة إنجيل علم المسيح الحق، 7 كتب في بشارة رسائل علم المسيح الحق، 7 كتب كبيرة جدا منشورة في دور النشر العالمية وعلى الويب سايت سانتي كروز وورد أكاديمي، و10 كتب في بشارة إعلانات المنطق المسيح الحق. وبعد ذلك ابتدأنا في المحاضرات، محاضرات بشارة إنجيل علم المسيح الحق، واليوم المحاضرة رقم 108. اليوم طبعا أنا بتكلم من نيويورك، واليوم السبت 19 سبتمبر 2015. وكما قلت لك أن هذا دور النشر العالمية ريكوجنايز وأعطت شهادة بأن اللي قدامك ده بروفايل ماجازين مكتوب عليها دكتور هاني رزق عبده ذا ترو الإيجيبشن ميسايا أوثر أوف ذا ترو كريستيان ساينس بايبل 17 بوكس ده طلع من سنة ونص تقريبا أو سنتين في جميع دور النشر العالمية منتشر في العالم موجود زي ما انت شايف قدامك مكتوب تحت هنا
دكتور هاني رزق عبدو author of the true Christian science bible 17 books وتحققت النبوات بأن النشر بشارة إنجيل علم المسيح الحق حيث انشئت المؤسسات هنا في أمريكا The True Peace and Science Organization Defend the Christianity and Defend the Christianity Egyptian American Foundation and Santa Cruz World Academy وأخيرا The True Christology Universal Coptic Church True Christology يعني علم المسيح الحق اللي هو الجديد في الموضوع ده لتثبيت البشارة باسم الرب يسوع المسيح أمامك أهو بالإيمان به في العالم وفي دور النشر العالمية زي ما أنت شايف. وطبعا تحققت النبوات اللي كانت موجودة من زمان واللي كتبت في نشرت في الكتب دي كلها عن نبوات بشارة إنجيل علم المسيح الحق. وأنا هنا أمامك أهو من 44 سنة 1971 او تقريبا 73 حاجه زي كده يعني. المهم من مده طويله وانا حامل الصليب، حاجه غريبه ان انا مش كنيسه ولا مطران ولا قسيس ولا كاهن ولا راهب ولا حاجه، انما هذه هي البشاره الجديده باقتران القديس الحبيب كرولوس السادس. الصوره دي اخذت سنه 1975 يعني من 40 سنة حاليا، وخلفها قرينها الروحي القديس الحبيب كرولوس السادس اللي هو موجود أمامك كله، وشفيعه الروحي كمان مريمية العجيبة اللي موجود. دول مع بعضينا احنا كده مقترنين روحيا لنتمم البشارة في العالم أجمع. وخرجت الكتب 17 كتاب وانتشرت في دور النشر العالمية والجامعات الأمريكية، وما زلنا نلقي من خبرات وهتتحقق في بشارة الحق في أعمال الحق قريبا جدا. زي ما قلنا لك إن البشارة دي طبعا اللوجو هنا الخاص بـ True Christian Science Organization و Defend Christianity Egyptian American Foundation والموجودة قدامك هنا، وسانت كرولوس وورد أكاديمي موجودة كله قدامك هنا المنظر ده، وبقت كنيسه ذا ترو كريستولوجي ساينتيفيك كوبتيك تشيرش او ذا ترو كريستولوجي يونيفرسال كوبتيك تشيرش. اللوجو في ايدنا هنا كلهم ثلاث قباب هنا اللي هي الكنائس اللي هتنتشر بنشر بشرف انجيل علم المسيح الحق في العالم كل ده في المرحله الجديده اللي احنا فيها دي حاليا. البشاره قائمه المرحلة الرابعة من البشارة باسم الرب يسوع المسيح، وبشارة إنجيل علم المسيح الحق اللي أنت شايفه لبسته دلوقتي ده إكليل العذراء لبشارة الحق اللي نلناه في 22 أغسطس هذا العام 2015 وبنسعى إليه من 44 عاما 1971 حينما اقترن بنا القديس الحبيب كرولوس السادس قرينا الروحي لعمل بشارة إنجيل العلم المسيح الحق. هذا هو القديس الحبيب كرولوس السادس، بابا كرولوس السادس شفيع بشارة إنجيل العلم المسيح الحق، وهو يعمل معنا إلى الآن، ومعه قرينه الروحي برضه مريمينا، القديس مريمينا العجايب أهو قدامك أهو موجود بيؤكد بيعمل عمل معنا. ده التيم بتاعنا، هنقول لك التيم بتاعنا بنشر البشارة باسم الرب يسوع المسيح. بعد بالذات بعد المرحلة بعد المرحلة دي بعد إتمام الرحلة الروحية لاكتشاف الكون الروحي ومعاينة ملكوت السماوات، والتي استغرقت حوالي 160 يوم ما يقرب من 5 شهور من 9 مارس 2015 اللي هو التاريخ ذكرى انتقال القديس الحبيب كرولوس السادس، انتقل بجسم صوري نوراني روحاني فوق إلى السماء وتقلط رتبة عظيمة واقتنع بك الروحية من هذا التاريخ، وسعى معنا سعي جهد جامد جدا لخروج الكتب 17 كتاب ونشرها في دور النشر العالمية تثبتها، ونحافظ على جميع هذه الجوائز الموجودة أكثر من 12 جائزة
وما إلى ذلك، وبعدين تأسيس المؤسسات في أمريكا ودول نشر عالمية زي ما قلت لك The True Christian Science Organization, The Vindic Christianity Egyptian American Foundation, Santa Cruz World Academy and The True Christianity Universal Coptic Church. ليه كوبتك؟ لأن من مصر دعوته ابني وإن هو هوشع 1:11 وإن القديس ماري مرقس الإنجيلي هو كاروز هذا البشارة. وطبعا زي ما قلنا لك القديس الحبيب كورنس الثالث هو شفيع هذه البشارة، وقديس بارمين العجايبي رئيس الخدمات الروحية في بشارة إنجيل علم المسيح، هو اللي بيتمم الحاجات دي كلها. ومعنا طبعا الإكليل اللي خدناه من العذراء مريم أم النور اللي هو هذا إكليل العذراء لبشارة الحق، ده موجود معنا اللي هو الإكليل اللي انت شايفه عليه ثلاثة صلبان، انتشر في العالم كله لأن العذراء تعمل معنا لأنها راعية هذه البشارة، بشارة إنجيل العلم المسيحي الحق. وبعدين كمان ما فيش حاجة بتتم إلا بملائكة وقديسين، القديسين التيم اللي قلنا لك عليه موجود، عذراء مريم راعية البشارة حطت إكليلة علينا، وطبعا يد الرب يسوع محطوطة على عليهم، ده أهم حاجة. وبعدين هنا عندنا ماري مرقس الإنجيلي كاروز هذه البشارة، لأن مصر دعوت ابني وأنا طالع من مصر والقديس كروز طالع من مصر، هكذا يكون بعد 2000 سنة كمان تملي الحاجات بتطلع من مصر، من مصر دعوت ابني. هوشع 1:11 لما كان إسرائيل غلاما أحببت، ومن مصر دعوت ابني. وبعدين القديس حبيب كروز ده اللي أخذ مع الهيكل السوري اللامادي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أخذوا قبل ما هي ظلام نوراني، خدوا فوق وكيف حفظوا السماء فوق، وبعدين عمل معانا الاقتران الروحي ولمدة 44 عاما تمم فيه البشارة في 17 كتاب، وبعدين جه عمل معانا الرحلة الروحية بالذات باقسامها إلى ذات وصورة ذات وصعودها في جسم الصور الروحي الموجب أعد على مدى 44 عاما، وكان اقترن معنا بجسم الصور الروحي وذاته التي فرقت العالم، وتمت الرحلة الروحية وحصلنا على إكليل العذراء لبشارة الحق اللي أنا قلنا لك عليه اللي هو عذراء مريم. وطبعا مريمين العجيبي اللي أنت شايفه اللي هو ده قدامك هو اللي قام بالعملية الروحية بنقل صورة الذات، صورة الذات الروحية السماوية بعد ما طلعت فوق وشحنت بالشحن الذاتي والصوري والروحي الإلهي السماوي والروحي فوق، وتركب فيها مستقبلات روحية لاستقبال إعلانات، ورجع بيها بجسم الصوري الروحي ونقل صورة الذات مع ملائكة وكائنات روحية مقدسة تعينه، ومع التيم بتاعه الطبي الروحي اللي هو القديسة مريمينا والأربعونة القديسة ديميانا والأربعونة شهيدة، ده معاونات مع ده الهيئة التمريض الطبي الروحي، يعني اخصائيين في الحاجات دي، عملية كما في السماء كذلك الأرض، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض، كل الفكر بتاخده من فوق والأعمال بتاخدها بأعمال الحق، إذا كانت أعمال باطل بتاخدها من الشيطان اللي هو رئيس هذا العالم. المهم إن هو ده رئيس الخدمات الروحية بيعمل معنا، وبعدين عشان البشارة هتبتدي تنتشر في العالم عندما تخرج الشرارة في أعمال الحق في بشارة الحق، فمعنا قديسين مخصوصين موجودين معنا من التيم بتاعنا اللي هو القديس بولس الرسول سان بول والقديس بطرس الرسول اللي هو سان بطرس بيتر. الاثنين ده ليه الاثنين دول بالذات؟ لأن ده بولس الرسول هذا ده رسول الأمم العالم كلها، وقديس بطرس ده رسول الختان، أول حاجة هنفتقد إسرائيل اللي هو لازم يعرفوا إن المسيح الحق جه هو يسوع المسيح، وهو مخلص الروح الأبدي من موت الجسد والموت الروحي، لأنهم إلى الآن بينتظروه. فطبعا الانتظار اللي هم فيهم دول عقيم وفرائض وأحكام ومربوطين بأربطة الشيطان، فلازم يحرقها منهم
بانجيل بشاره علم المسيح الحق، فارزعنا اثنين نجوم عظيمه جدا، واحد رسول الامم واحد رسول الختام، تتكرر تاني بعد 2000 سنه. خلي بالك من التوقيت، انا ابتديت في العمليه دي من سنه 1970 تقريبا، قدامك انا موجود اهو صغير السن والحمد لله انا لسه قدامك اهو موجود، وحامل صليب الرب يسوع المسيح، وبقوا ثلاثه موجودين اهو، ولبست اكليل عذراء مريم لبشارة الحق، بشارة انجيل علم المسيح الحق، كله ماشي بالتدريج. وهكلمك في بدء الكتاب دلوقتي على النبوات في هذا الحين بتقول ايه؟ نبوات الكتاب المقدس ان البشاره جايه. وطبعا حبيبنا القديس كرولوس السادس موجود معنا من زمان، الورقه دي مطبوعه من عام 2000 تقريبا او قبليها، فكل ده موجود، عجب بتعمل وقت بتتحقق هكذا يعني. نيجي بعد ذلك اللي هو في الامور اللي احنا قلنا لك عليها، هنتكلم على محاضرة اليوم هتناول فيها كتاب الخامس من بشارة إعلانات المنطق المسيح الحق، وهو كتاب التسجيل الروحي الحق. التسجيل الروحي الحق، هذا هو كتاب التسجيل الروحي الحق قدامك هو. ده الكتاب الخامس من بشارة إعلانات كتب إعلانات المنطق المسيح الحق، وتتضمن 10 كتب. هذا هو الكتاب هنبتدي فيه اليوم، وفي ظهره قرينان الروحي القديس الحبيب كرولوس السادس موجود في ظهر الكتاب، والكتاب ده صدر من 19 سنة موجود ونشر ودور نشر عالمية، موجود على الويب سايت ومحفوظ في الجامعات الأمريكية المهمة. ارجع للويب سايت سانتا كروز وورد أكاديمي هتلاقي كل الكتب دي موجودة، ونبذات مختصرة عليها محفوظة كمان في مكتبة الكونجرس الأمريكي. وحاليا هنتكلم في هذا المحاضرة في هذا الكتاب، المحاضرة الأولى في كتاب التسجيل الروحي الحق. أمين. كريالي سوء. واحد امين. وحاليا هنبتدئ في المحاضرة رقم 108 في كتاب الخامس اللي احنا قلنا عليه، اللي هو الكتاب الخامس من 10 كتب من بشارة اعلانات المنطق المسيح الحق، وزي ما قلنا كتاب التسجيل الروحي الحق. هناخذ 3 فصول فيه، الفصل الاول والثاني والثالث. الكتاب ده فيه 25 فصل. وده المحاضرة الأولى فيه. الفصل الأول بيقول تسجيل عمل الإنسان. تسجيل، إحنا كل عملية هنيجي اسمه التسجيل الروحي الحق. إزاي تسجل تسجيل روحي حق في وجودك؟ فهنيجي بنقول أعمال الإنسان، تسجيل عمل الإنسان. يتضمن الفصل الأول 4 فقرات 4 أجزاء يعني. أول واحدة أعمال الإنسان وأحكام الله. كل إنسان بيعمل ويسعى ويجاهد ويعمل بحق أو بباطل أو واتيفر. أعمال الإنسان لا تجبر أبدا الله على أحكامه، لأن أحكام الله لا تستقصي. فاحص القلوب والكذب، والرب وازن القلوب ووازن الأرواح. فكل عمل خفي أو إرادة أو حاجات من دي أو سعي أو أنت بتعمل إيه، ده ناحية وأحكام الله ناحية تانية خالص، لأن هو القاضي العادل صانع قضاء ورحمة وعدل ورحمة في الأرض. فأنت بتعمل، أي إنسان بيعيش في العالم يعمل. هديك باختصار وبعد هنقراها. وأحكام الله حاجة تانية خالص. قد تتطابق مع أعمال الإنسان
وقد لا تطمر، مش شرط عم ياخد حكم جامد، مش معناها ان ده ضده، ممكن يكون رب ضارة نافعة ورب نعمة نقمة تحمل في طياتها نعم، فما تعرفش الحكاية جاية منين، الستر والبركة والحاجات دي ما تعرفهاش جاية منين. فهنتكلمك في هذا الفقرة أعمال الإنسان وأحكام الله وإيه أقوال الأنبياء على الكلام ده كله ولا تناويته فيه. الفقرة الثانية التسجيل المادي لأعمال الإنسان، كل أعمالك في الحياة بتسعى فيها عشان تسجل حاجة مادية، تمتلك أرض، تمتلك فلوس، تسعى لحاجات، ففي تسجل تسجيل مادي، تسيب لك ذكرى، تسيب لك حاجات من دي، كلك عاوز تعرف تسجيل مادي لأعمال الإنسان، تجيب أولاد، تجيب ما إلى ذلك، إنما تسجيل المادي حق يا باطل أعمال. المهم بتسجل ماديا اخر حياه الانسان بعد ما يموت، ده عمل وعمل وعمل وعنده كذا وعندوش كذا، ده تعب ده عمل وطبع، ده اسمه تسجيل مادي. في حاجه بقى التسجيل الروحي اللي بعديها لاعمال الانسان، انت بتعمل اعمال حق او باطل، انما دي كلها بتسجل في روحك. الجسد لا يفيد شيء الروح هو الذي يحيي، لما بتطلع الروح بتسجل اعمالك سواء خير او شر هنكلمك عليه، ويطلع للدينونه عند الرب الاله. الرب الاله بيقول لك في زمان امثال يعني وازن الارواح، فتيجي بعد كده الجزء الرابع فيها في هذا الفصل عطيه الله وعطيه الشيطان. الله موجود والشيطان موجود، وانت في صراع، يا تاخد عطايا الله عطايا الحق يا تاخد عطايا الشيطان. فدي عطايا الله حق هتتقدس وتبقى عندك بركه وشر، عطايا الشيطان هتبقى ايه في محبه العالم وما الى ذلك، والكلام محبه المال نهايتها العطب والهلاك في حياتك لا وبعد ذلك. المهم الفصل الثاني بيتكلم تسجيل حياه المؤمن المسيحي. اتكلمنا قبل عن الانسان الطبيعي، تسجيل اعمال الانسان، تسجيل المادي، ده بقى غني، ده بقى ملك، ده بقى رئيس، ده بقى كذا، ده عنده وعنده وعنده، ده عمل كذا كذا كذا، ده ماديات كلها. وبعدين تسجيل الروحي، عنده روح موجوده فيه اذا كان بيعمل حق او باطل، خير او شر وما الى ذلك، بتبص تلاقيه خطيه او بر وما الى ذلك، بتسجل في روح. فتطلع روحه بعد ما يفقد جسده، يا روح فاضلة مرة يا روح شريرة وروح نجسة وما إلى ذلك. للدينونة، لأن مين؟ روح الله الرب إله الأرواح، والله روح، وبالروح الحق ينبغي أن تسجد له. فإذا أنت تابعت الشيطان، والشيطان روح في ذاته وصورته وروح، فده كله يكون روحي، فبتتحاسب في الدينونة، فالروح هتيجي يحاسبها. ده الإنسان عامة. وبعدين عطية الله عطية الشيطان، ربنا ادى الانسان عقل واداله حكمة وحاجات من دي عشان يدور على عطايا الحق، لأن الله هو الحق في ذاته وصورته، والشيطان هو الذئب، والشيطان هو الباطل في ذاته وصورته، يا تاخد من ده يا تاخد من ده، فطبعا خدت من الله هيشترك، دي بركة وسند، عطايا حق أبدية موجودة، إنما عطايا الشيطان هتيجي إيه؟ شيطان باطل، هتيجي بالعطب والهلاك. الفصل الثاني تسجيل حياة المؤمن المسيحي، ده خاص المؤمن المسيحي، ده بقى ده نوع تاني من الناس، زي ما قلنا لك دول أبناء الله موجودين، لأنه خدوا البنوة من الله الآب بالإيمان بيسوع المسيح الإبن الإلهي، فصار هو بكرة من أخوة الكسرين، أصبح فيه المولودين من فوق من الله، والله روح، المولود من الروح هو روح، والمولود من الجسد هو جسد، فأصبح عندهم جسم سوى روحي موجود جوه، اتولدوا بيه بالايمان بالرب يسوع المسيح. فاول فصل فيه احنا بنقول دلوقتي تسجيل حياه المؤمن المسيحي، ده ديفرنت يعني مختلف،
عنده جسم سوى روحي. الإيمان بالمسيح خلاه عنده جسم سوى روحي إذا اكتمل في الإيمان، إيمان الحق وعمل الحق. فهنا الفصل الأول انعكاس الصور، الانعكاس الصور لحالة الجسم الروحي في حياة المؤمن المسيحي. أنت ما تبقى مؤمن مسيحي بالرب يسوع المسيح هيحصل لك إيه؟ ولادة من الله من فوق، والله روح، اتولدت من الله بصورة الله وبروح الله. الولادة كده صورة وروح، اتولدت من مين؟ الله الآب اللي هو ذات إلهية، بالصورة الإلهية اللي هو صورة المسيح، وبروح الإله اللي هو الروح القدس، بجسم صورة روحي إله، مولود من الله، مولودين بالله بالإيمان بيسوع المسيح، المؤمنين باسمه ليس ولد من مشيئة جسد أو مشيئة رجل أو مشيئة دم بل من الله. فهنا ينبغي أن تولدوا من فوق. تولدت من فوق وأنت في حياة العالم يبقى عندك حاجتين، جسم صور روحي اللي هو جسم المسيح جواك، صور روحي صور يعني في طاقة صورية لعمل أعمال الحق، وفي طاقة روحية اللي هو تجديد الإيمان بروح القدس، الاثنين موجودين فيه. فأنت حسب حال جسمك الصور الروحي في تدينك المسيح وأعمالك وإيمانك والكلام ده كله ثباتك في الإيمان هتبقى ينعكس حالة الجسم الصور الروحي اللي هو مولود بيه من الله بالإيمان بيسوع المسيح على حياتك في العالم. كل ما كان كامل ومكتمل وتجدده كل ما تكون حياتك في سلام. سلامي أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيه. مش أما تجد في الإيمان تروح الكنائس وتنام والكلام ده والصيامات، فين بقى الحاجات اللي عاوزينها دي؟ حاجات العالم، مش ده اللي حدها لك. أنا بدي لك في جسمك الصورة الروحي اللي هو دلوقتي يطلع لفوق ويتحرك إلى أعلى. ليس كما يعطي العالم أعطيه. ما تتدينش عشان تحصل على عطايا العالم. دي كلها تزاد لك. هو ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لك بالطريقة اللي هي تحفظك تطلع لفوق، لأن الجسد لا يفيد شيئا، الروح هو الذي يفيد. الكلام الذي كلمكم به روح وحياة. فهنا تسجيل حياة المؤمن المسيحي الفقرة اللي بعديها بدء حياة المؤمن المسيحي. مادام أنت هتتولد من فوق، أنت هتعرف هتولد منين؟ إمتى؟ يعني مش من بدء المعمودية. ولادة من الله ما حدش يجبره عليها. مولودين من الله ده من مشيئة جسد ومشيئة رجل. اللي قبل انت مولود مشيئة جسد ومشيئة رجل ومشيئة دم. اصلا كجسم. دي ما تنفعش. موجودين كلنا، كل العالم مولود كده. الولادة الثانية بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس. ده ولادة من فوق، ينبغي أن تولدوا من فوق. بيكلم الرب يسوع، بيكلم نيكوديموس. فأنت ساعة ما تتولد من الله تكتمل حالة الإيمان فيك. والله عايزك يختارك تتولد منه. ومادام جابك واختارك هيحافظ على مولودك. عرفهم سبق فعرفهم فعينهم فبررهم فمجدهم. من سيشتكي علينا؟ الله هو الذي اختارنا. من سيشتكي على مختاري الله؟ فهنا هو الأب. فأول ما يجي لك الميلاد ده لازم يكون لك شهادة صورية روحية. ميلاد الثاني شهادة من الميلاد بتاعتك. أول ما تيجي يبقى أنت بدء حياة المؤمن المسيحي. ما تستغربش من الكلام. ممكن تتولد وأنت سنك 60 سنة. ملوش علاقة. الطقوس دي والمعمودية والكلام ده إجراءات لحفظ الالتزامات والحاجات دي كلها. إنما الولادة الصورية الروحية الحقة تتم باختيار الله، وممكن تتولد من الله وتبقى من أبناء الله ويسلبك العالم والشيطان وتميت هذا الجسم الصوري أو تمرضه. دي كلها كنت كلامنا عليها كتير قوي وإزاي الكلام ده كله. فهنا بدء حياة المؤمن المسيحي هو تاريخ ولادته. ما تعرفهاش، مش هقول أنا اتولدت في يوم كذا أو اتولدت في يوم كذا أو جددت غسل الميلاد السنة وتدير الروح القدس. الكلام ده كله ما يبقاش كلام كده يقولوه كنايس، بالذات كنايس إنجيلية وما إلى ذلك. اتولد يوم كذا الميلاد الثاني، نو. الله هو اللي بيولد وهو اللي بيعمل كل حاجة وهو اللي بيجي لك. أنت مولودين من فوق،
فالولادة دي ولادة روحية، ده ما تقدرش تقول لها كذا وكذا، إنما ليها بدء حياة المؤمن المسيحي. هو هيحس اتولد جواه حاجة، والله أبوه بيعتني بهذا المولود، سمع كلام، لأنك لك إرادة والله له إرادة. فإذا كانت إرادة لذاتك رافضة بالرغم من اختارك بيروح بلد هكذا. وبعدين هنا طبعا الفقرة الرابعة، مسؤولية المؤمن المسيحي. أهم حاجة مسؤوليتك، إذا كنت ولدت بالإيمان وجيت كده دعيت للإيمان المسيحي، مش دعاك الكنيسة البابا شنودة والكلام ده كله، لا ولا كنيسة ولا حاجة، دعيت بالإيمان. أنت بتروح مجرد حاجة، أنت كده ما بتروح مدرسة تتعلم فيها، بتتعلم قراية وكتابة وتعلم شهادات، لا مش هيعمل لك حاجة. بعد كده أنت بتبتدي تشتغل في وظيفة وتجد وتجتهد، فمسؤوليتك الحفاظ على هذا الجسم الصوري الروحي الموجب الحق الذي ولدت به من الله بالإيمان بيسوع المسيح، لي مسؤوليتك أنت. فالله هيعتني بك أوضح. تتم مولوده وكل حاجة تكون إيه تمام. وبعدين هنا الفصل الثالث، تسجيل المولود الروحي. تسجيل المولود الروحي زي ما قلنا لك ان انت اذا ولدت من الله بتسجل فوق، في قيد مواليد فوق موجود، ده اتولد، ده اتولد وسنه زعم الروح الكام. كل احنا في حياتنا زي ما قلنا لك الساعه في الزمن الروحي تساوي 42 سنه من عمرك المادي. فانت كل واحد، انت اطفال في الله، اولاد صغيرين قوي، بس في زمن الروح ليها نظام. المهم تسجل مكتوبين في سفر الحياه، ولن امحو اسمه من سفر الحياه، ممكن تكده وممكن تتشطب. فتسجيل المولود الروحي اللي هنتكلم لك عليه، سجلت وبقيت مولود، اتولدت وانت سنك 40 وانت سنك 20 وانت سنك سنه، واعتبر دي اراده الله وانت تسعى فيها، افهمها. هو هيوجهك تعتني بالمولود اللي هو انك انت بقيت من ابناء الله. وبعدين الفقره اللي بعديها قوه الجذب الصوريه الروحيه. ما دام انت اتولدت من الله، الله اللي هو مين؟ الاب، بابوك، أباك السماوي زي ما بيقول، أباكم السماوي يعتني بكم. أباك السماوي ده الله الآب، ده الذات الإلهية، اتولدت منها بصورة الله اللي هو الابن الإلهي اللي هو يسوع المسيح، والابن الإله الأزلي قبل ما يجي يسوع كمان، وبروح الله اللي هو الروح القدس. لأن الله إله واحد قائم في ذات إلهية وصورة إلهية وروح إلهية أزلية أبدية مطلقة لا محدودة. فالذات الإلهية تتولدت منها بصورة الله بروح الله بجسم يسوع المسيح اللي هو قام به من الأموات. فهنا مادام أنت جسمك الصور الروح في صورة المسيح وفي روح المسيح روح القدس، صورة الله روح الله، وهو الله قائم في السماوات على الكون الروحي، هو الذات الإلهية أباك السماوي، وجود الصور الإلهي موجود عنده، لأن الله واحد مش منفصل في ذات وصورة روح، وجود واحد زي ما أنت كده على مثاله خلقت في ذات اللي هي النفس، الطاقة الفكرية الإدراكية والإرادية الضابطة اللي هي الطاقة الذاتية والذهنية، وفي الصورة الآب في صورة الترابي اللي هو جسد تقاطع بعض صورية حسية فعلية شهوية، وبعد كده صورة سماوية، وبعدين في روح اللي هي حياة ووجدان روح زي الله في ذات وصورة روح. فأنت اتولدت ولادة ثانية ده الله من فوق، ولادة روحية ده مولود روح صوري روح في طاقة صورية وطاقة روحية من المسيح، طاقة صورية لأن هو يكون صورة الله ومن الروح القدس اللي هو يكون روح الله، ودول الاثنين بتوع الله في ذاته وصورته وروحه. يبقى على طول في قوة جذب صورية روحية يجذبك الله الآب اللي هو الذات الإلهية بطاقته الصورية الإلهية اللا محدودة وطاقته الروحية الإلهية التي لا محدودة، يعني بالمسيح والروح القدس.
في مدام طلعت على صورته يجذبك. ايه قوة الجذب الصورية الروحية دي؟ محبة. ان ثبتت فيها في المحبة دي قوة جذب، بيحبك بيجذبك بالمسيح وبالروح القدس بصورته وبروحه الله الاب لذات الالهية، فبيشدك في الحق يجذبك. ان ثبتت في هذه المحبة هيجيبك لفوق وينمي جسمك الصور الروحي. ينميه ازاي؟ هتبقى لك قدرات صورية الهية من المسيح وقدرات روحية الهية من الروح القدس تعمل اعجاب. هذه الايات تتبع المؤمنين، يخرجون الشياطين باسمي، يتكلمون بألسنة جديدة ويحنون حياة، إن شربوا شيئا مميتا لا يضرهم، ويضعون أيديهم على المرضى في برون. كل ده ما بيحصلش خلاص. فده كله موجود ليه؟ لأن في قوة جذب صورية إلهية، وبدل ما عندك قوة جذب ناباك هتاخد من القدرة الصورية الروحية تعمل أعمال الحق، ويبقى عندك إيمان حق فتعمل عجائب في الأرض. مفيش إيمان. كل ده بسبب الكنائس اللي مشيت في تسلط الدين على الرعيه ففسد، لان الشيطان فهم اسلب الراس تقع على الباقي كله، فسلب رؤساء الكنائس كلهم. وبعدين هنا انت دلوقتي الرب يسوع بيحب ان الله الاب بيحبك والرب يسوع معاك والروح القدس، انما انت اصلا موجود فين؟ ده جسم صوره روحي موجب كذات انسانيه يعني. موجود في العالم، والعالم ده رئيس ابليس، والعالم كله قد وضع في الشرير، والروح النجس قائم في الارض في ذكر سفر زكريا يقول لك ايه؟ غزل الانبياء كذب يعني، والروح النجس من الارض، فالثلاثه موجودين. فكر الشر ورد الشر اللي هو الشرير اللي هو ذات الباطل الكلي، وصوره الباطل الكلي اللي هو ابليس اللي هو كلمه الشر وعمل الشر، كلمه الباطل وعمل الباطل، والروح النجس اللي هو يعني الشيطان في ذاته وصورته وروحه، ده اقسام نوعيات تقاطع. والروح الناجس اللي هو مضاد للروح القدس في التدين الروحي السالب الباطل وتدين الجسد العقيم وما الى ذلك، بيؤديك الى ايه؟ تبقى في ثلاثة دول موجودين. فانت القوة الروحية دي انت موجود اصلا في العالم تحت سلطان الشيطان. لولا الشيطان ياتي رب يسوع وليس له فيها شيء، ما ادعملش خطيه. ورئيس هذا العالم ابليس، والشيطان قد دينا لان ما حكم عليه بالموت من غير ما يخطر، فابتلأ خد منه حكم الموت وسلطان الموت من على الايه؟ وجود الانسان لكل من امن به له حياه ابديه، ينتقل من موت للحياه، ما يبقاش نهايه الموت. فهنا ايه مسؤوليتك انت؟ بصيت لقيتك الرب اختارك واتولدت منه وبيعتني بيك وبتنمو في الايمان وبتنمو في الاعمال، تثبت جسمك الصور الروح الموجب، قاعد يتقوى بالطاقه الصوريه الروحيه ويرتبط بقوه الجذب العليا دي، وقاعد يتحرك لفوق، لان زي ما قلنا لك ان ده السفينه الروحيه بتاعتك، المركبه الروحيه بتاعتك، بعد ما تموت تنتقل ذاتك ليه؟ وتخش في حياه ابديه ومجد ابدي. فانت المطلوب منك ايه؟ في قوه روحيه سليمه والمجال الروحي الموجب اللي هو انت، جسمك الصور الروحي الموجب ده قاعد للقوم في العالم سيكون لكم ضيق، ولقد ثقوا انا قد غلبت العالم. في حرب، من يغلب يجلس معي كما جلست مع ابي في عرش، غلبت انا وجلست مع ابي في عرش، وغير من يغلب فاعطيه ان ياكل شجره الحياه في الفردوس وما الى ذلك، واعطيه اسما جديدا واكتب عليه اسم الهي واعطيه اسما جديدا وما الى ذلك. فهنا الله عادل، فكل ما انت القوة الروحية السالبة اللي هي الشياطين ارواح النفس ارواح الشريرة اللي هي قوة الباطل الكلي في ذاته وصورته وروحه وحداتهم دي كلها ما بتعملش بالهوا كده، بتعمل من خلال الناس. دي بتخش الناس زي ما كان مريم المجدلية فيها سبع شياطين. مريم المجدلية مش مجنونة، واحدة بتزني، انما من عالم دي كلها كتير قوي هنا واشرار وكوربشن وفساد وظلم واغتصاب وكذا، كل البشر دول سلبوا بالشيطان في ذاته وصورته وروحه ووحداته الروحيه. الارواح شريره والشياطين وحدات سوريه مظلمه والارواح النجسه دخلت في الناس وتسلطوا على العالم، واصبح الشيطان متسلط بالناس الموجوده
هكذا يكون، لأن أول يعني ده الزواج. فأنت معروف إن أنت في العالم وتولدت من الله وأباك السماوي فوق وتولدت بسورة الله بروح الله، لازم هتنور في العالم بالجسم في الصور دي. مش هيسيبوك قوات الباطن المادية اللي هي الأشرار والناس دي كلها والظالمين وما إلى ذلك كلهم اللي تبعوا الشيطان في ذاته وصوته وروحه، وإيفن كمان أرواح شريرة أرواح نفسها تهاجمك دايركتلي وشياطين، بس طبعا كل هجوم بيكون من خلال الناس. فأنت هتقول طب أنا هروح فين؟ القانون هنا بقى في العالم سيكون لكم ليك، ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. كل ما يهاجموك أكثر كل ما يتشدد مجالك ويتقوى مجالك الصوري الروحي الموجب لجسمك الصوري، يقوى يقوى من غير الحاجات دي ما يقوعش قواتي في الضعف ده. فهو المقصود شيطاني هاجمك من خلال البشر، وانت تثبت في الايمان وفي الاعمال هتغلبه، لان الله هو اللي بيديك القوه. فما تخافش من طقم يا ابني. وبعدين هنا الارشاد الروح والعنايه الالهيه، انت معبود الله فهيعتني بيك. اعتني بيك ازاي؟ زي ما الشيطان عنده قوات انا هبعت لك بحاجات ملائكه باستمرار وكائنات روحيه مقدسه تحيط بيك وتنجيك. انت مش شايفها، انت ممكن بتموت في اليوم 20 مره، ممكن احداث كتير انت مش دريان بيها واتاك الابرار وحاجات جامده ممكن تتعبك قوي وتفني ايمان. هو ده الشيطان قد طلبكم ليغربلكم الحنطة ليفني ايمانك، ولكن طلبت من اجلك ومتى رجعت ثابت اخوتك. ده الرب يسوع بيتكلم بطرس، قديس بطرس. فهنا معناها ايه؟ ان ملائكه الله حول كل خائف موجودين، انت مش شايف، انت انت كده بتعدى عليك السنين وكبرنا وبقينا كذا في السن وتقول ايه يعني الحكايه دي يعني؟ مش ايه يعني؟ كان ممكن حاجات رهيبه تحصل لك من العالم الشرير ده اللي انت موجود فيه، انت مش شايف، مش فاهمه. لكن لما جسمك الصور الروحي يكمل وليك عقل روحي وحس روحي وبصر روحي وسمع روحي وحركه روحيه حرك لفوق، بتفهم قد ايه عناية الله فتشكر الله باستمرار لانه بيعتني بيك. فده العناية الالهية، بيبعت لك قوته لانه عارفك محبوس في العالم والشيطان بيهاجمك وانت ابني خلاص احميك. المهم انت ما تقولوش نو واي انا حصل له بتاع عشان اكسب واعمل والحاجات دي كلها. فكان رب يسوع بيقول لك ما اذا كان الاشرار بيعطوا اولادهم عطيه حسن هيطلب منه سمك هيجي له حاجه، هيطلب منه كذا بيضه هيجي له حجر، هم بيعرفوا يدي، يبقى لكم سماء هيديكوا ازاي؟ ما دام انت بقيت من ابناء. فهنا صعب عليك انك تفهمها لانك انت تغني مرتبط بالعالم، لان جسدك المادي الصوري اللي هو انت بذاتك بيغلب جسمك الصوري الروحي، فتبص تلاقيك مرتبط بالعالم. انما تاكد ان انت لو كنت من ابناء الله وربنا بيعتني بيك هتبص تديك العنايه الالهيه اللي هي القوات الملائكيه والارشاد الروح، يبعت روح القدوس. الرب يسوع قال لهم انا هطلع ابعت لكم روح القدس هيمكث فيكم ويكون فيكم ويرشدكم لكل حق. خدت القوتين بتوع الجسم الصور الروحي، الروح القدس، وخدت العنايه الالهيه ملائكه الله وقديسين حواليك. فبص تلاقي الحكايه من غير يعني الطقوس ومراسيم والحاجات هي لوحدها يري عين ويعمل خفيف، عمليه سهله. ما تعملش الدين بسلطان الكنائس وفرمانات الكنائس، كل دول راح بطرنا اسقف ربان، كل دول اضلوا الكنيسه في العهد القديم ده اللي هو 40 سنه وما اليها ومستمره في هذا. مش بس الكنيسه القبطيه، جميع كنائس العالم انحرفت وراء الربح القبيح والتعظم المعيشه والعالم ومحبه المال، واهم حاجه السلطان الكنسي على الرعيه بيحس بذاته انه هو قوي
والدعاء للقداسة والحاجات دي كلها، فدي حاجة مخيفة أوي. وربنا ينجي. دول الفصلين هنا هنوريك الاثنين دول، ثلاث فصول قصدي اللي بكلمك عليهم. تسجيل عمل الإنسان، وتسجيل حياة المؤمن المسيحي، وتسجيل المولود الروحي. اوكي، وهنا الفصل السادس تسجيل المولود الروحي. ده الفصل السادس من كتاب التسجيل الروحي الحق. اوكي. هنتكلم على الفصل الأول في كتاب التسجيل الروح الحق. الفصل الأول عنوانه تسجيل عمل الإنسان. هنبتدي في الفقرة الأولى. تسجيل عمل الإنسان. أوكي؟ ده الفصل. أعمال الإنسان وأحكام الله. أعمال الإنسان في وجوده المادة الحية اللي هو وجود الجسد الحي ذاتك في العالم، من أعمال سعي وجهد وجمع وبناء وتحصيل غنى ومال والثروة واكتساب سلطان ومجد ومعيشة، دي حاجات كلها بتسعى بيها الناس كلها في العالم. الإنسان الطبيعي عادي، أي إنسان، العقل عادي، يدور على الحاجات يكسب إزاي. كل هذه الأعمال تشبع وجوده الذاتي الحي في زمن حياته وفترات قوته وأوقات صحته وزمان فرحه. سعيد بالحاجات دي. بيسعد بها ويقوى بها ويحيا بها، ويتحسب له بحساب وجوده المادي يعني الجسد الذي يحياه على الأرض. فإن كان غنيا أو فقيرا، ده بيحصل، يا غني يا فقير، قويا أو ضعيفا، صحيحا أو مريضا، حكيما أو جاهلا، متسلطا او مضطدعا، فهو يزداد او ينقص في درجات وجوده المادة الحي الجسد الحي يعني ذاته في العالم، وفي حال معيشته يزيد او ينقص حسب الحالات اللي هو موجود فيها. وذلك لكي يسعى، ده موجود وده موجود، يسعى ويجاهد اذا احتاج، ويعطي ويفرق إذا اغتنى، ويطلب الله إذا مرض، ويشكر الله إذا صح، ويرحم الناس إذا حزن، ويسعد الناس إذا فرح. المفروض يكون كده. هذه الأحكام الموجبة والسالبة اللي هي أحكام الله يعطيها الله للناس أحكام، ده غني ده فقير، ده مريض ده صحيح، لكي يفهم بها الناس أمور الله ووجود الحق الصانع رحمة وقضاء وعدلا بالوجود الإنساني على الأرض.
لأن الله أحكامه ماشية، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. مشيئة يعني إرادة الله هو أحكام يعني. وبعدين كمان إرادته ماشية زي ما بيقول لك رب يسوع بيتكلم، عصفوران يبقى عند فارس واحد، وواحد منهما لا يسقط بدون إرادة أبيكم حتى شعور رؤوسكم محرم. دي أحكام، أحكام الله. فهنا يحصل أحكام الله، ده يبقى فقير وده يبقى غني، وده يبقى صحيح وده مريض، وده كذا وما إلى كذا، وده متسلط واخد منصب وده مفيش حاجة وما إلى ذلك. مفروض ده وده الاثنين موجودين، دي أحكام الله، عشان يفهم الله صنع قضاء وعدل ورحمة الأرض يعطي ويشوف الحاجات دي. عشان كده رب يسوع كل الرسالة المسيحية كلها، كنت جوعانا فأطعمتوني، مريضا فضلتموني، عطشانا فسقيتموني، عريانا فكسوتموني، محبوسا فأتيت فجبتموني، وبعدين وما إلى ذلك. هنا سفر جامع عشان تفهم اللي هو سليمان الحكيم 7:12، انظر عمل الله اللي هي احكام الله، لانه من يقدر، مين يقدر على تقويم ما قد عوجه؟ في يوم الخير كن بخير، وفي يوم الشر اعتبر، ان الله جعل هذا مع ذاك لكي يفهم الانسان احكام الله. ايه احكام الله؟ هنفهم زي ما بيقول لك بتاع الله إيه؟ المعز المذل، دي احكام موجوده. فاذا كان اعزك وبقيت معز والتاني مذلول ارحمه. هكذا نيجي بعد كده ارميه 9:23-24، هكذا قال الرب، بيقول الرب لا يفتخر الحكيم بحكمته، انا اديتك حكمه ما تفتخرش بيها، دي من عندي انا، ولا يفتخر الجبار بجبروته، ولا يفتخر الغني بغناه، بل بهذا اللي يفتخر ده المفتخر، بأنه يفهم ويعرف إني أنا الرب الصانع رحمة وقضاء وعدل في الأرض، لأني بهذه أصر يقول الرب. افهم، أفهمتم هذا كله زي ما رب يسوع قال لهم الحاجات؟ أفهمتم هذا كله؟ نعم يا سيد فهمت. قال لهم ده كل كتب متعلق بملكوت السماوات يهرب من كنز وقدم وطاقة تفهم. وكمان هنا في مزامير الله أشرف من السماء على بني البشر، هيشوف إيه؟ لينظر من فاهم وطالب الفهم، تعرف الله إيه أحكامه، إزاي بيعمل كذا، فتقوم ترحم. أريد رحمة لا ذبيحة، ومعرفة الله أكثر من محرقات، تعرفه، لأن لو عرفته خلاص هتثبت في الحق، لأن هو ذات الحق. دانيال 4:37، سفر دانيال، الآن أنا نبوخذ نصر، ده بتاع العراق ملك بابل، لما كان جبار قوي وخد كل الممالك، وفجأة قالوا له إيه؟ اليوم يأخذ منك إيه؟ كل المملكة، فبقى إيه؟ اتجنن يعني، وصارت قاعد في الشوارع، وظفر طالت، وحاجاته من دي، وبقى حيوان يعني. فبعدين أخيراً إيه؟ قعد مدة كده 7 سنين تقريباً، وبعدين في الآخر افتقدوا الرب يعني المفروض، وإداله حاجاته تاني، ورجع له عقله، بيفهمه لأنه كان افترق. الآن أنا نبوخذ نصر أسبح وأعظم، لأن هو قال هذه بابل العظيمة بقوتي وجلالي وقدرتي أنا عملتها. فقال له اليوم ينزل الملاك على طول
ما عطتش مجد وراه. فقال له ايه؟ انا فالان انا نبوخذ نصر اسبح واعظم ملك السماء الذي كل اعماله حق وطرقه عدل، ومن يسلك بالكبرياء فهو قادر ان يذله. فهم ده ملك الملوك كان في عهد نبوخذ نصر. فهنا الامثال كمان بتقول لك قبل الكسر الكبرياء، لانك قاعد تكبر او ما بتديش المجد لله، وقبل السقوط تشامخ الروح. ورب يسوع بيقول من اتضع ارتفع، اما ارتفع وضع اذا تكبر. فهكذا يكون ده بالنسبه ايه؟ اعمال الانسان واحكام الله، هو اللي بيدي الاحكام. فاذا اداك غنى، اداك شكر، اداك جبروت، اداك ملك، فرق واعطي ارحم بكل العمليه. لان الناس التعبانه دي كلها من الشيطان بتعبهم عشان مفيش. فبص تلاقيك انت ايه؟ اذا اداك عطايا ادي غيرك، خلاص بيع ما عندك كله واعطيه صدقه، فيكون كل شيء نقي لديك. حصل كده كان عند الفقير والجبار ترحم بالمسكين وما الى ذلك، ما فيش حد الا كله هيشكر الله. دي المسيحيه الحقيقيه، اعمال الحق مش ذبيحه وفرائض واحكام واصوات ما لهاش قيمه. ده سلطان كنسي باطل عقيم. حتى لو انت مولود ياخد مولود الله فيك تيقظ وانتبه. الفقره اللي بعديها التسجيل المادي لعمل الانسان. الجسد الانساني يفتن، الجسد الانساني يفتن ويبطل وجوده المادي الحي بالموت، دي حقيقه محدش يقدر ينكر. وكل ما يفعله الانسان على وجه الارض يبطل بموته، كل اللي بتعمله يبطل بموتك. إذ أعماله التي عملها وتعب منها لا تدين وجود الذات الحي يا الأبد. إذ هذه الأعمال تبقى ووافق هي تدوم وهو يبطل، هي تتمجد العظيم هو عمله بنى الامبار ستيت، بنى الهرم، بنى كذا، وهو يتبدل يفنى لانه جسد. لذلك كل عمل انسان على الارض هو عمل ايه؟ باطل. اذ هو لا ينتفع منها بعد موته. بنى وسابه ومشي. يا غبي اليوم تؤخذ منك نفسك، لمن اعددت هذا؟ لمن اعددت هذا؟ فمش هيستفيد بيه خالص. وان شهدت له اعماله فهي شهاده ماديه باطله. ده مثلا كان رئيس امريكا وده رئيس كذا وده اغنى واحد في العالم وده كذا ومات، هيقولوا له ايه؟ شهاده باطله ملهاش قيمه لانه مات. وان شهدت له اعماله فهي شهاده ماديه باطله، باطله لمنفعه الناس وليست في منفعة ذاته اللي هي خلصت. الورثة ياخدوه ويتخانقوا وبتاع، والملك يروح منه والناس تاخد، وإذا كان عمل حاجة يبيعوها ويشتروا بيها وبتاع منفعة الناس. وده حاجة ده كان عظيم جدا وقاعدين يبيعوا في حاجة الذكرى بتاعته. إنما هو ما انتفعش بحاجة. بعض لو كنس في الأرض ما كنسش فوق. ذلك لأن ذات الإنسان تبطل بموته. والتسجيل المادي لأعماله هو تسجيل باطل. زي ما يقول لك اطلبوا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لك. ما تسعاش قوي في الحكايه دي، انا عارف ادي لك ايه. وانا ماشي الكون ده كله وبطلع العلم في واحد
حافظه على وجود الانسان يكون. ما تعبش دماغك انت، انا بنظر حاجه من فوق من العقل الالكتروني، فوق العقل الالهي. اللي بيمشي عقول البشر ويخليها تمشي في الطريقه البشريه. لوجود الوجود الانساني في العقل. ذلك لان ذات الانسان تبطل بموته، والتسجيل المادي للاعمال هو تسجيل ايه؟ باطل. وهي تشهد، هي فعلا بتشهد بوجود المادي الباطل، اي انه كان موجودا وليس كائنا بعد ولن يكون بعد، اي هي تشهد بان وجود الذات الحي قد فنى وبطل وصار باطلا. تشهد اعمى عملت، عملت حاجات كلها بتشهد لمنفعه الناس، بنيت عملت كله الناس تستفيد، انما انت ملكتش، لان زي ما الرب يسوع بيقول ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله. شوف لما تربح العالم كله وخسر ذاته نفسه، ماذا يستطيع الانسان ان يعطي فداء عن نفسه عن ذاته؟ اهم حاجه ان ذاتك تنتقل في جسم سوى روح الموجب وتحيا حياه ابديه فوق. اكنوز لكم كنوزا في السماء. شوف بقى هنا سليمان الحكيم جامع سفر جامع يتامل في الحاجات. جامع 1:2-11 باطل اباطيل الكل باطل. ما الفائدة من الإنسان من كل تعبه الذي يتعبه تحت الشمس؟ دور يمضي ودور يجي، والأرض قائمة يا لاب. كل دي قصص، ليس ذكر الأولين والآخرون أيضا الذين سيكونون لا يكون لهم ذكر عند الذين يكونون بعدهم. كله يجي ويجي، ده هيضيع ولا بعديه هيضيع، الكل موت. دع الاموات يكونون موتا، اما انت فتعالى في البعد. اذا كان عايز يحيى بتعليم المسيح ووصايا تحيا الى الابد. جامعة برضه 2:11 ثم التفت، لان ده كان ملك سليمان حكيم غني جدا غني جدا. ثم ارتفعت انا الى كل اعمالي التي عملتها يداي، والى التعب الذي تعبته في عمله، فاذ الكل باطل وقبض الريح لا منفعه تحت الشمس. نصر جامعه برضه هو 9:15 بيتكلم، لان الاحياء يعلمون انهم سيموتون. اي حد حي عارف انه هيموت، بياخدها كده اي كلام، ما عارف انه هيموت. الموت موت الاخرين. احياء، لان الاحياء يعلمون انهم سيموتون، اما الموتى فلا يعلمون شيئا، ماتوا وليس لهم اجر بعد، لان ذكرهم نسي، ومحبتهم وبغضتهم وحسدهم هلكت منذ زمان. مات، خد كل حاجه دي معاه، انتهى. ولا نصيب لهم بعد الى الابد في كل ما عمل تحت الشمس. اللي عملته ساعتها تعمله بعد كده موت، ما خلاص مالكش حاجه تانيه. قصه تانيه. ده عشان سليمان الحكيم بيتامل بالانسان الموجود لسه المسيح ما جاش. هنا الفقرة اللي بعديها نيجي بقى هنا، كلمناك على التسجيل المادي، ومهما عملت من حاجات هتسيبها باطل لأنك أنت ميت. فإذا تدور على حاجة تانية، بلاش التسجيل المادي، ادور على تسجيل الروح. أكل الذهب كنوزا في السماء، حيث لا يوجد سوس ولا فضاء ولا ينقل مصرفون مصرفون. وكمان أكل الذهب، لأن ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ فانا اشوف طريقه ثانيه للتسجيل والتعب اللي انا بعمله ده. اذا كنت عايز اطلع من ابناء الله فوق بالايمان بيسوع المسيح،
هنا التسجيل الروحي لعمل الانسان هو موجود قبل ما رب يسوع يجي في العالم ويدي الجسم الصوره الروحي بموجب بالايمان بيه. لكن في حاجه اسمها التسجيل الروحي لا الله الله عنده الدينونه من الاشرار والابرار. انما المسيح اما جه يسوع ادى الولاده بجسم الصوره الروحي ده منهج تاني. انما انت فيك روح قدامي حي موجود. التسجيل الروحي لعمل الانسان اعمال الجسد اللي انت بتعملها التي يعملها الانسان في فترة حياته في الجسد المادي من حيث هي اعمال خير او اعمال شر يسجلها الله على الانسان في مجاله الطاقي الروحي اي في روح الانسان انت جسد ونفس وروح ثلاثة الانسان. هذا التسجيل الروحي لأعمال الجسد لا يظهر ولا يحدث إلا في حالات الوجود الجسدي الموجب إذا كان الإنسان باطل أو الوجود الجسدي السالب إذا كان الإنسان شرير أي في حالة الأبرار والأشرار. يعني الناس يا أبرار تطلع روحك فوق إلى السماوات كروح فاضلة روح فاضلة مش من أبناء الله كروح فاضلة أو سلبك الشيطان هتبقى إيه روح شريرة تنزل إذا كنت من الأشرار. ذلك لأن الفعل الموجب اللي هو الفعل الخير الفعل الحق الحاجات دي كلها فعل الرحمة ما إلى ذلك لا يرتقي إلى حالة الفعل الموجب ما معنى يعني تعمل حاجات مش حد ما بيعملش حاجات. لأن الفعل الموجب لا يرتقي إلى حالة الانطباع والتسجيل الروحي في مجال الروح روح بتاعك الوجداني مجال الروح ده جوه قوي روحي عشان تسجل في العمل اللي انت بتعمله لازم توصل الا في حاله تشبع المجال الطاقي الجسدي بالشحن الطاقي الروحي الموجب اللي كنت بتعمل افعال موجبه وهي الدرجه التي يمكن ان فيها انطباع وتسجيل الاعمال الموجبه روحيا في مجال الروح او حاله تشبع المجال الطاقي الجسدي بالشحن الطاقي الروحي السالب سيبله بالشيطان للتسجيل السالب في مجال الروح. في هذه الحالة المجابة أو السالبة لمجال الطاقة الجسدي يصل إليها الإنسان من كثرة ممارسة فعل لاستقبال الشحن الطاقي الروحي الموجب لعمل الأعمال الموجبة أو من كثرة ممارسة لاستقبال الشحن الطاقي الروحي السالب الشرير لعمل الأعمال السالبة. معلية عمال جدرية بيها ساعة عشرة قاعد تعمل اعمال وحشه جدا وغيره وغيره من الناس الاشرار والظالمين وما الى ذلك. شروط جامده قوي مش مره اثنين ثلاثه الرب ياخدك بيديك فرصه عشان تنطبع جوه مجال روحك اللي هتطلع بعد جسدك لازم تكتر قوي بافعال موجبه بافعال سالبه تقوم روحك تنطبع فيها الحاجات دي. ليه؟ فان تشبع المجال الطاقي الجسدي بالشحن الروحي الموجب شحن الروح الموجة من الله في ذاته وصورته وروحه شحن بذلك مجال الروح في الانسان مجالك الطاقه الجسدي في طاقاته الجسديه الصوريه والانفعاليه والحسيه والشهويه وبتعمل اعمال حق واعمال موجبه عشان تعملها انت تجيب الطاقه من الله لان هو بتاع الحق من يفعل الحق يقبل النور نظرا ان الله اعماله معموله ايه؟ بالله يبقى اعمال الحق كلها معموله بالله مسيح او غير مسيح. فتشبع مجال الطاقة الجسدية بالشحن الروحي الموجب شحن بذلك مجال الروح في الإنسان بالشحنة النوعية الموجبة ذاتية صورية روحية أو ثلاثة مع بعض اللي هو فكر الحق إرادة الحق ذات الحق كلمة الحق وعمل الحق ده صورة الحق وروح الحق اللي هو وجدان روحي حق. وبذلك يصير مجال الروح في الإنسان مجالا روحيا موجب الشحنة. إيه اللي هيحصل؟ بعد تاخد انت تعمل اعمال وتستقبل شحن طاقي روحي موجب شحن طاقي موجب وحاجات من تعمل بيها عمل حق كل ما جال الطاقه الجسد هيبقى ايه؟ مشحون شحن موجب. وفي ذلك يتم اتحاد مجال الجسد مع مجال الروح لان قاعد يخد طاقه روحيه موجب يخرجها في اعمال حق اذ كلاهما موجب الشحنه الروحيه وفي هذا تنطبع كل اعمال الجسد
المعمولة بالطاقة الروحية المجابة، أي المعمولة بروح الحق، تسجل روحيا في مجال الروح في الكائن الإنساني الموجب الشحنة الروحية، أي البار والصديق والفاضل والقديس بعد ذلك. كذلك أيضا إن تشبع المجال الجسد بالشحن الروحي السالب الشرير في الأشرار، فإن مجال الروح يشحن بالشحنة الروحية السالبة الشريرة ويسيل مجالا روحيا سالبا، لذلك يتم تسجيل، لا سالة تسجل فيه سالب، يتم تسجيل كل عمل سالب شرير ونجس يعمله مجال الجسد ينطبع روحيا ويسجل روحيا في مجال الروح، وهذا في حالة الأشرار والظالمين والكذابون والنجسون والزنا وفعل الإثم والخطاة غير المؤمنين، كله بياخد لو كتر قوي يبقى جسده شرير خلاص وروحه تاخد الشحنة فينطبع فيها، لأن مجال الروح عشان تطبع فيه عمل الجسد صعب، فلازم تكتر من الحالة يطلق عليه من الأشرار فعلا ودعم الأبرار إذا كان ممكن. ومتى فرق الإنسان جسده المادي حملت روحه طبيعة أعماله الموجبة أو أعماله السالبة التي تم تسجيلها في مجال الطاقة الروحي في مجال روحي التي تذهب إلى الله للدينونة، لأنه هو إله أرواح الرب تكلم جعله فوق الروح بقى أبرار أشرار سجلت في مجال روحي. شوف جامعة ده بالنسبة للإنسان طبيعي عادي ربو يعني الناس بني آدم جامعة 12 13 معفصل بعد ما قعد يقول حكمة سليمان كله سفر جامعة كله واحتار هنا وهنا وهنا قال كلمة دي بقى ختم بيها، فلنسمع ختام الأمر كله، اتق الله ده سليمان الحكيم واحفظ وصاياه لأن هذا هو الإنسان كله، لأن الله يحضر كل عمل إلى الدينونة على كل خفي إذا كان خيرا أو شرا بيتسجل في مجال الله، مش هيقعدوا يحسبوا أنت عملت ده يطلع كده لون ليه معين، والله مليان نقط صور أعمال شر مسجلة في مجال الله بقت مظلمة كل مجال روح مليان أعمال فاضلة وأعمال حق وحاجات من دي روحه تبقى بره فاضلة تطلع فوق مش من أبناء الله لكن دي إيه؟ يا فوق يا تحت طبعا فوق نور وحاجات جميلة جدا بقى فوق موجودة ده غير المسيح يسوع ما جه يديك ولاد أبناء الله فعلا أبناء الله وانسى عطية الله وعطية الشيطان، انت انسان وعاوز عطية العالم عطية ليه ما بتاخدش العطية من العالم بس عاوز عطية ايه من الله وعطية الشيطان بيجي لك من الباطل وبيجي لك من الحق، الذي له قليل من الله لو جالك قليل قوي خير من الذي له الكثير من الشيطان، إذا الذي له من الشيطان الله الباطل في ذاته وصورته وروحه اللي هو الشرير وابليس وروح النجس يسلب به ويصير باطلا زي، فمهما كتر لك من العطيان قعد تسلب انت اكتر فبتنزل تحت اكتر وروحك تبقى وحشه جدا، والذي له من الله له الحق في ذاته وصورته وروحه ويصير كل ما عنده حقا ويثمن له في وجود مادي وروحي حق يا كده يا كده، ومن ليس له لا واحد ما عندوش لا من الله ولا من الشيطان فليطلب الى الله ليعطيه عطايا حق تثبت معه وتثمر فيه لحياه سالمه مجيده مقدسه مباركه، اتبع الله اتق الله زي ما بقول لك كل حاجه هيجيبها في روحك هتموت هتموت وتطلع روحك فتبص تلاقيك شكلها ايه،
واي عمل اي عمل يعمله الانسان قد يكون عملا موجبا يعني فعل حق، او عملا سالبا فعل باطل. اي عملا معمولا بالقدره الروحيه الموجبه الحق من الله، او عملا معمولا بالقدره الروحيه السالبه الباطله من الشيطان، لان الله روح شيطان روح، ده وجود روح يكون روح، احنا بس وجود جسد موجود في العالم. وكل عمل يعمله الانسان، اي عمل بتعمله يؤدي الى كسب او فقر، يا بتكسب بيه يا بتفقد حاجه. والكسب كسب، هتكسب، قد يكون كسبا موجبا او كسبا سالبا. والكسب الموجب هو ثمر العمل الحق، اي عمل الحق، اي عمل الله في الانسان. والكسب السالب هو ثمر العمل الباطل، اي عمل الشيطان في الانسان. اوكي. والفقد بقى قد يكون فقدا موجبا او فقدا سالبا. الكسب يكون موجب او سالب، والفقد كمان كان يكون موجب او سالب. ايه الفقد الموجب؟ هو الحرمان السالب لثمر موجب حق في الانسان كفعل صدقه. هو فقد مال، بيع ما عندك واعطيه، كل ما عندك واعطيه صدقه، فيكون يكون كل شيء اضافيه لديك. ايه اللي هتحس بيه ده؟ عفريت فلوس. ايه الكلام ده؟ بعدين هتقول لغني، تقول لغني ما لو كنت سمعت مصر نون جامد مثقف ثقب بابره. فطبعا كل الناس هتسيب الغنى، لان معروف ان ده الغنى محبه المال ما تصلحتيش عن تحب الله تطيب. ففعل الصدقه هو فقد مال يعطيه الانسان للفقراء. ليه؟ ليكتسب به فعل بر وحساب بر لوجوده المادي والروحي. وبذلك الفقر السالب هنا، انت بتفقد فلوس، بيع ما عندك، كل ما عندك واعطيه صدقه، هو كسب موجب. الفقر السالب كسب موجب. كذلك الصوم والصلاه هو حرمان، والاعتكاف هو حرمان من التمتع بالاكل والشرب والمعيشه، وهو كفعل في ذاته هو فعل حرمان سالب للإنسان، محروم لمتعة الأكل والشرب والجنس مثلا والمعيشة وتعظم المعيشة والكلام ده كله، لأن بيبقى عندك الحاجة لكن ما بتقدرش تعملها. لكنه فعل حرمان سالب يؤدي إلى نفع وكسب موجب حق. ليه؟ وإلى زيادة في حساب البر ينتفع به البعض كعملة روحية موجبة حق تدفع له أو يدفعها في يوم الشر، وبذلك هي تنجيه من الشر إذ هو غني في البر، أي له حساب بر يفدي به وجوده الذاتي الجسدي الحي في يوم الشر. اكتبوا لكم كنوزا في السماء، في بنوك فوق روحية، تعمل اعمال بر من الله تبقى غني عند الله فوق. عندك حسابك كبر قوي في البر لانك انت راجل بار وفاضل والله متوليك ويعتني بيك، وقاعد تعمل اعمال بر ورحمه وحاجات من دي كتير قوي من غير الكنائس. الله هو اللي بيرشدك روح الحق، مش موجود في الكنائس، موجود فوق بينزلك عن المسيح بيبعتوها. فانت لما بتيجي تعمل اعمال بر كتيره قوي، رحم وحق وحاجات من دي كلها، حاجات روحيه من الله في ذاته وصورته وروحه، تبقد بيها اعمال ابليس في العالم، تدي ده وتعمل ده والكلام، اعمال بر حق رحم وما الى ذلك، محبه، اللي هو المسيح بيقول لك خليك مسيحي، اغفر
اعطي وما الى ذلك. كل ده مش بيقول لك انت اللي ضايع، لا، انت بتتجاني فوق، بتتجاني فوق، في ملوك فوق موجوده، وفي ايجنسي عملاء موجودين، ملائكه قاعدين فوق، رؤساء وحاجات من دي كلها موجوده، لانه كما في السماء كذلك على الارض، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. فانت كل ما تعمل اعمال بر، تشوف حد مسكين دين من غير كنائس، من غير الحاجات دي كلها، لوحدك كده بتتبع ايه؟ الله بيرشدك بروح الحق. كل ما بتعمل الحاجات دي كلها رصيدك بيعلى فوق. طب ايه يعمل رصيد يعلى فوق؟ انا عاوز الارض. لا، انت مش دريان. اما رصيدك يعلى فوق، العمله الروحيه، عمله البر اللي موجوده عندك، وحساب الكريدت بتاع البر فوق، ونوعياته، حاجات املاك عندك، حاجات كتيره فوق قوي، غني بالله فوق. فبص تلاقيك في يوم الشر الملائكه اللي فوق دول موجودين والقدس والحاجات دي والكائنات الروحيه السماويه عشان تيجي تنجيك، وهم بيبصوا اتصالات موجوده الحال. اذا كان الشرير لما بيطلب ربنا بيرحمه، البار بقى لما يجي يطلب من غير ما يطلب، الشرور كلها والمصايب بتبعد عنه لانه معاه عمله، والفاعل مستحق اجره. فهنا هقول لك ذلك، لان الانسان ان كان غنيا في البر فهو غني بالله في اعمال الله، وله بذلك عند الله حساب بر، عنده حساب. اي انسان بيعمل اعمال فاضله واعمال بر عنده حساب عنده. فإن تعرض لشرور ونكبات ومعاسر وأحكام سالبة، فإن القوات الروحية الموجبة من ملائكة وقديسين وأرواح المخلصة المباركة تعينه، إذ هو غني في البر، وله حساب بر، وله عملة بر روحية، إذ الفاعل مستحق أجره. هيشتغلوا ببلاش دول؟ هيجي يشتغلوا، ده غني عندنا. فإن كان الله يرحم الأشرار وينجي الظالمين في وقت بليته اذا طلبوه، فكم بالحري البارئ الذي هو غني ببره وله حساب بر عند الله. لذلك يعين الملائكه والقديسين والارواح المخلصه المباركه في كل اعماله، ويباركه الله في كل طرقه، وينجحه في كل مواقفه بملائكة وقدسيه الذين يعملون الحساب. غني ده بتاعنا، من حقك تطلب يا ملك جرجس، يجي لك يا ملك جرجس على طول. الحساب بتاعه ايه؟ ده غني قوي، يبعت لك حد على طول جنبيك من غير ما تدرك، تنجو من حاجات من غير ما انت مش شايفها. طب بص تلاقيك لانك غني في الدنيا، عشان كده بيقول لك بيع معاك في صلاه، اعمل كذا واعمل، تبقى غني في البر. ده غير فوق كمان، تطلع تاخد رتبه سماويه عظيمه. الذين يعملوا الحساب اذ اجرته معه، وبذلك يحتسب له عمل البر كحساب اجره، ينجي صاحبه في وقت الضيق وفي زمان الشر. هنا بولس الرسول في رومية 4:4 يقول لك الذي يؤمن دون ان يعمل تحتسب مراته عند الله نعم، هياخد نعم الحياه ابدا، لانه امن وتولد بالجسم الصوره الروحي، وبيحافظ على الجسم الصوره الروحي، الواحد هو يعمل اعمال حق بجسم الصوره الروحي. انما انسان عادي بقى، واحد تاني عادي، الذي يعمل دون ان يؤمن، يعني اعمال حق تحتسب له الاجره على سبيل على سبيل دين، عنده حساب. انا بعمل اعمال الحق، وانا راجل مش مؤمن مسيح حتى، بعمل اعمال الحق، رايت كده الحق احسن، ربنا بيرشده، فبيعمل اعمال الحق، عنده اجره. فلازم طبعا منهج يكون اعمل اعمال رحمه وحق للعالم كله. لما تعمل اعمال رحمه وحق هتبص تلاقيك ليك اجره، وانت في حياتك هينجيك من الشرور، لان الملائكه القديسين ده عنده حساب،
هنروح نعمله، ما ده كله حساب روح. ننجيه وبننجيه ومش جريان. وبعد بعد ما يطلع كمان هتبقى روحه فاضله، هياخد مرتبه. وهكذا يكون. الفعل السالب بقى، ده انت لو عملت في فعل حق هتبقى كل حاجه. سخط وغضب ليك وشد على كل نفس انت تفعل ايه؟ الشر. ومجد وكرامه وسلام على كل انسان يفعل الصلاح. الفعل الغلط بقى السالب هو فعل الحماقه والجهل وعدم الايمان. تنكر الله وجهل طبعا، مفيش حكمه وحماقه وما الى ذلك. وهذه يفعله الطماعون والزنا وغير المؤمنين، ويسلبون بهم وجودهم الجسدي والروحي في اعمال الطمع والزنا والشرور والنجاسات وتدين الروح الباطل وسلب العقيم. فمن يزني يسلب الى جسد، يسلب جسد ويسلب روحه كمان. زي بيقول لك روح الزنا قال على الله على طول. فطبعا يسلب جسده، لان من التصق بامراه زانيه صار الاثنين جسدا واحدا، اما من التصق بالرب صار الاثنين روحا واحدا. ومن يطمع فيما هو للغير ويسلب ما هو للاخرين يسلب وجوده المادي والروحي. ليه؟ هنقول لك. ويلزم ان يفقد كل شيء ونهايته العطب والهلاك. وفي اخرته يكون ايه؟ احمق. فهنا النصوص بتوري لك الحاجات دي كلها. روميا 4:4 زي ما قلنا لك، اما الذي يعمل فلا تحسب له الاجره على سبيل النعمه بل على سبيل دين. دين. ده انت لها الحق وانا هعمل لك اعمال حق نجيني. فهيسترها معاه. وممكن يبقى بعد كده اذا بقت روحه فاضله يعني انطبع فيها اعمال كثيره من اعمال الحق والبر والكلام ده والرحمه يطلع فوق روحه. ده غير المؤمن المسيحي اللي هو يكتمل في ايمانه واعماله بيبقى جسم صورة روحي، ده من ابناء الله، ابانا الذي في السماوات. هنا 1 كورنثوس 6:18 ده بالنسبة للزنا، بولس الرسول بيحصل بينه جامد جدا. اهربوا من الزنا. مش مثلا تقول لا مش مهم. اهرب من كل خطيئة يفعلها الإنسان هي خارجة من الجسد. لكن الذي يزني يخطئ إلى جسد. من تصق بامرأة زانية صار جسدا واحدا. عشان كده جت حكاية الزواج بواحدة ولازم مفيش جنس الا قبل الزواج، قبل الزواج. وعامة يعني يكون المتزوج لا يزني بره حاجات من دي، لان ده الفعل واحد. نعم مع امرأة زانية او اي ست او كذا او كذا ومع مراتك ديفرنت تماما. ده فعل حق، ده فعل باطل. فهكذا ده بيخطئ الى جسد. للزواج، انما موجود مغفرة يعني. جميع الخطايا تغفر لبني البشر. عشان كده غفر لمريم المجدليه وبقت بره. 1 يوحنا 2:15 3 يوحنا 4:15 ده يوحنا رسائل يوحنا. لا تحبوا العالم ولا الاشياء التي في العالم. ان احب احد العالم فليس في محبه الاب. قانون. حب العالم ما فيكش محبة الآن. هنا بقى فلا تحب العالم ده عبارة عن إيه؟ والأشياء التي في العالم. ده فقد سالب يؤدي إلى كسب موجب. لما تحرم نفسك من العالم وأنت قاعد بالجسد ما تحبش العالم والأشياء التي في العالم. لأن كل ما في العالم هو شهوة الجسد وشهوة عيونه وتعظم المعيشة ليس من الآن بل من العالم. فالعالم يمضي وشهواته، اما الذي يصنع مشيئه الله فيثبت للابد. انما ده عباره عن حرمان يؤدي الى ايه؟ كسب. يعني حرمان فقد حاجات موجوده سالب يؤدي الى كسب موجب. ده اللي بقول لك عليه. والسبب. ثانك يو. هنا هنتنقل للفصل الثاني.
تسجيل حياة المؤمن المسيحي. الانعكاس الصور اللي حدث الجسم الصور الروح في المؤمن المسيحي اللي هو انت مولود به من الله بالايمان بيسوع المسيح. حياة المؤمن المسيحي في العالم المادي، اي حياة الجسد المادي في العالم، ما هي الا صور انعكاسية لحالات جسم الصور الروحي المولود به من الله بالايمان بابن الله الرب يسوع المسيح. والجسم الصور الروحي للمؤمن المسيحي تنعكس صورته الروحيه الموجبه او السالبه. ما انت تبقى مولود بالايمان بيسوع المسيح وجسمك الصور الروحي اختارت للايمان وعيد كثير يدعون وقليل ينتخبون. ما اقرب واضيق الطريق الذي يؤدي الحياه وقليلون الذين يجدونه. فانت اتولدت بالايمان بيسوع المسيح وعندك جسم صور روحي، انما ممكن تسلبه انك تنجذب للعالم محبه العالم ولا تثبت في محبة الأب زي ما يقول لك يوحنا رسالة يوحنا الأولى. محبة العالم تعظم المعيشة شهوات الجسد ما يثبتش فيك محبة الأب. فإيه الجسم صور روحي المؤمن المسيحي تنعكس صورته الروحية الموجبة أو السالبة على حياة المؤمن المسيحي بالعالم. فإن كانت حالة جسمه صور روحي كاملة في الموجب الحق أي مكتمل في القدرات الروحية الموجبة الحق أي في الإيمان المسيح الحق بابن الله الرب يسوع المسيح إله الحق والحياة الأبدية ومكتمل في العمل الروحي الحق المعمول بقدرات الروحية الموجبة والمشكل بالشحن الروحي الموجب الحق الذي يحصل عليه المؤمن المسيحي من مراكز الشحن الروحي الموجب الحق في السماويات أي في الكنائس الروحية السماوية في العلاء الروح الحق. ففي هذا تكتمل حالة الجسم الصور الروح الموجب اللي هو بيقول إيه في رسالة بولس برضو أن تكون كإنسان كامل إنسان كامل إلى قياس ملء المسيح. كل واحد له قياس ملء يكتمل فيه جسم الصور الروح. ففي هذه الحالة تكتمل حالة الجسم الصور الروح في الموجب وتنعكس صورة هذه الحالة المكتملة في الموجب أي في الحق على وجوده الذاتي في حياته في العالم المادي. اوكي. انت كل ما بتكمل جسمك الصور الروحي وتثبت في الايمان بالرب يسوع المسيح وفي اعمال الحق فجسمك الصور الروحي بيبقى مجدد وفعال. على طول هينجيك انت. لان ده هيكذب ملائكه وقدسين وقوات روحيه فهتبص لها انعكاس صوره الحاله دي حالته على حياتك في العالم هتبقى بركه وسلام. وسلام. سلبت واتجهت للعالم بعد ما ولدت من الله بالايمان بيسوع المسيح وتوقفت على تجديده والحاجات دي كلها هتبص تلاقي وظلمت وانطفأت فيها اجزاء سلب بالخطايا والحاجات ومحبتك للعالم ومحبتك للمال وما الى ذلك وتعظم المعيشه والكلام ده كله شهواء سائر اشياء تخلق الكلمه تخلق الجسم الصور فتبص تلاقي يسلب وتموت اجزاء فيه تنعكس على حياتك في العالم. وجودك ذات الجسد في العالم. انما لو كامل لذلك تصير حياته الجسديه اي وجوده الذاتي في العالم حياه وجود حقا وموجبا اي حياه سلام سلام وفرح حق وفهم حق يثمر في وجود روحي موجب حق لحياه ابديه في ملكوت الله. ثمرات من القداسه وفي النهايه ايه؟ حياه ابديه. اما اذا المؤمن المسيحي نمو واكتمال وتجديد وفعاليه جسم الصور الروحي الموجب وانجذب لاستقبال الشحن السالب الشرير في المعاصر والعصرات. ويل للعالم العصرات لانه لابد ان تعزل العصرات. انت موجود في العالم بيحذرك الرب يسوع بيكلم بطر هو الشيطان قد طلب من غريبه من الحنطه ليفني ايمان وكمان ابليس خصمه كذا زائد يقول ملتبسا مبتلعا أن يبتلعوا ملتمسا أن يبتلعوا أي حد من دول. عصاته شهواته الرديئة وانكسب جسمه المادة. عشان كده أنت خلي بالك قوي. الولادة من الله بالمسيح دي مش حاجة كنائسية دي حاجة إلهية. مش تقاليد واشتراطات والكلام ده كله. حاجة جواك ممتازة. لو سلبت ورجعت للعالم كله الكلام ده كلام بتاع روح
الناحيه الثانيه وانجذب وبتاع، ما يجراش حاجه، الناس كلها بتعمل كده بتسلب وجودك. فان انجذب جسد المادي لشهوات العالم المادي الباطل وتعلق بمعطيات العالم المادي واشتهاها وعبدها بالتصاقه بها وارتباطه بها وحبه لها، كل من يفعل خطيئه فهو عبد الخطيئه. وتعرفون الحق والحق يحرركم. انت سبت الحق بقى الجسم سوى الروح الموجب الحق ورحت للايه؟ للشيطان وعملت الخطايا، فهيستعبدك الشيطان ليسلب جسمك السوى الروحي، ياخد يسرق الكنز منك، كنز الحياه الابديه ده موجود اللي هو الجسم السوى الروحي. فانه بذلك يمتلئ من شحن السالب الشرير وشكل القدرات السالبه تخرج في اعمال سالبه تنطبع صورتها السالبه. مش في روح خلاص، ده عنده جسم صور روح، في جسم الصور الروح الموجب الحق، فيسلب ويطفئ ينطفئ وتموت اجزاء فيه، لان هو جسم منور انت مش شايفه لكن منور، وتنعكس صوره حالاته الروحيه السالبه على حاله وجوده ايه ذاتي، اي على حياه جسده في العالم المادي. يستصيبه بقى الشرور والضربات والاحكام السالبه وتسقطه في المعاصي والعصراء، يقع اكتر وينجذب للشهوات الرديئه التي تسلب وجوده الجسدي والروح، ويتعثر ويسقط ويقذى في كل طرقه، وتكون نهايته العطب والهلاك. لازم بيحصل له كده حتى لو كان قاعد مطوع. حكاية مش حكاية كده، حكاية ان انت تفهم معاك كنز ولا معاكش كنز، تكف عليه اول. انت لو معاك كنز ده بتكف عليه، محدش يجي يسرقه منك. معاك كنز احسن من ده، راجع الحياة ابدية، هيطلعك فوق المركبة بتاعتك. ما تسيبش الشيطان ياخده منك، تكون امين عليه اول. وكون كنت امين عليه بتبقى ابن الله، عندك قوة جذب صورية روحية عظيمة. فهكذا يكون. ذلك لأنه عندما سلب جسم الصور الروحي بالشحن السالب، عمل خطايا، استقبل شحن طاقي سالب، خطايا. نوايات كتيرة أوي. شهوات جسد، حبة المال، حاجات كتيرة أوي. كتيرة أوي. وذلك بتشكيل جسم الصور المادي للقدرات السالبة خروجها في أعمال الخطايا وشروع النجاسات واعمال البطل، ففي ذلك اصيب جسم الصور الروحي. اما اصيب ايه؟ ده كان ليه قوه، جسم صوريه جامده قوي. فانت قاعد تطعنه بالخطايا بتاعتك ومحبتك للمال والطمع، تنسى الموضوع الثاني خالص ده. لا ده انا عاوز وعاوز وعاوز. فبتطعنه، لما تطعنه تعطلت القدرات الموجبة فيه. عقل روحي وحس روحي وبصر روحي ورؤيته، انت قاعد تبوظ له عينه الروحية وتبوظ له حسه الروحي بالخطأ اللي قاعد، محبتك للعالم انجذابك للعالم وتبوظ همومه، همومه غنى وسكر الحياة تخلق الكلمة اللي هو جسم السر، فيصير بلا صبر مش قادر يشتغل، بتعجزه بنفسه، وقلبه الروحي يبوظ وعقله الروحي يبوظ، ملاش عنده تمييز، وحركته الروحيه تضعف، يبقى عاجز. كل ما تديله حاجات اكتر، خطايا ومحبه العالم، جذابك للعالم، ليس من الاب هذا كله، بل من العالم، الشيطان. بذلك اصيب الجسم الصور الروحي وتعطلت قدرات الموجبه فيه، وعجز عن عمل الحق، ما هي شغلته يعمل الحق، يفكر فكر الحق. يريد إرادة الحق بذات بعقل الجسم صور الروح، ويحس بالحق، يخرج كلمة الحق وعمل الحق، بالذات الإنسانية بتطلع لذاتك يعني، ويحس بالوجدان الروحي الحق، ابتدائي الروح المسيح الحق. فأنت قاعد تعجزه بدل ما تربيه وتنميه في الحق، وتعمل أعمال حق، وتسمع كلامه، ترتبط بالله الآب، وتأذيه. واضطربت القدرات الروحيه المجاهده بسبب الخطيه، وعجز بذلك في
عن قيادة وجودك الجسدي الذاتي أي حياة جسدك المادي، ما يقدرش يمشيك في البر في طرق الحق فيضل في طرق الباطل. نفس الجسم ما دام سلب بالخطيئة اللي أنت بتعملها، جسم الصور الروحي بينسى وينجذب إلى أسفل. وتبص تلاقيك يقول لك لا احنا انا جسم صور روحي، ده انا بتاع ربنا، ده انا الروح بتاعتك، ده اعمل كده، ده بتتم مطر والرهبان والحاجات دي كلهم يضلوا في الحاجات دي. ده انا فاكر نفسه عندي جسم صور روحي موجب حق، ده انا مطران واسقف وما الى ذلك وبطرب الكلام ده كله وفاكر نفسه اوكي. فتبص تلاقيه ايه؟ يطلع يضله غلط، طلع فرمان زن الناس دي وخليهم كذا كذا كذا، انت الكل في الكل، انت اللي مدخلهم ملكوت السماوات، لازم يسمعوا كلامك، رب يسوع انت، لا انت دخلت، قفلتوا الباب ولا حد دخل، وترفقوا بالرعيه، هكذا يكون. فيضل في طرق الباطل ويصاب بالضربات السلبيه ويربط بالاحكام السلبيه وتصيب الشرور والمعاصي والسقطات، وتصير حياته وجوده المادي اي جسده المادي صوره انعكاسيه اي صوره مماثله لحالات جسم الصور الروحي من حالات الاضطراب والضربات، اضطرابات والضربات والإصابة السالبة والعجز السالب وانعدام الإيه؟ السلع، ما بيش في سلام، سلامي أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم. طبعا مدام عمل الشر سخط وغضب وضيق وشدة على كل نفس إنسان تفعل الشر، مجد وكرامة وسلام على كل نفس إنسان تفعل الصلاح. إلهًا واحد أمين. هنتكلم حاليًا بدء حياة المؤمن المسيحي. أنت مؤمن مسيحي حقيقي. توطى من الله الآب الذات الإلهية بصورة الله اللي هو يسوع المسيح من صورة الله، وبروح الله اللي هو الروح القدس في جسم صورة روح إلهي حق. خليك معايا. بدء حياة المؤمن المسيحي. أول مرحلة حق من حياة المؤمن المسيحي تبدأ إيه؟ أول مرحلة لك تبدأ بمرحلة الإيمان الإله الحق بالرب يسوع المسيح ابن الله الوحيد إله الحق والحياة الأبدية. لازم تؤمن أن الرب يسوع المسيح هو الابن الإله الأزلي الأبدي، تجسد في صورة إنسان وهو من صورة الله، وصار في هيئة الإنسان يسوع المسيح، وقدم جسد ذبيحة فداء لخطايا العالم، وقام من الأموات في الحياة الأبدية، جسم صورة روح إلهي فوق عن يمين الله الأب، منك يديله مادة الحياة الأبدية. لو آمنت بالكلام ده كله والآب وطبع الله ثالوث قدوس الآب والابن والروح القدس، يصير لك أولاد من الله بصورة الله وروح الله بجسم صورة روحي، تكمله بالإيمان الحق والأعمال الحق، تطلع من فوق ساعة ما تفنى وجودك الجسدي، تنتقل ذاتك في هذا الجسم الصور الروحي إلى حياة أبدية في ملكوت الله. فأول مرحلة تبدأ إيه؟ لابد بالإيمان. من غير إيمان مش هيتم الحكاية دي. تبدأ أول مرحلة حق من حياة المؤمن المسيحي، مالك حياة، تبدأ بإيه؟ بمرحلة الإيمان الإله الحق بالرب يسوع المسيح ابن الله الوحيد، الإله الحق والحياة الأبدية. فإن تقوى المؤمن المسيحي في إيمانه بالرب يسوع المسيح، خليك معاه، وثبت هذا الإيمان الحق في قلب المؤمن وفكره وروحه، وإن تجددت قوة الإيمان ووصلت إلى حالة حلول الروح القدس اللي قبلها بتؤمن، تفضل ثابت في المعتقد ده اللي هو معتقد الإيمان لحد ما يجي لك حلول روح الله اللي هو الروح القدس في المؤمن، ففي ذلك تنتقل الى بقى. خلي بالك انت انسان موت. انسان موت. عشان كده في ناس تقول لك تبدا انت تبقى حياه مؤمن مسيحي مش بولادتك من اب وام مسيحيين او بالمعموديه او بوتمر، يعني دي كلها طقوس. تبدا بحياتك كمؤمن مسيحي من ابناء الله، تبدا بايمانك
اول ما تفصل بقى في الفهم والحاجات دي كلها تؤمن بالرب يسوع المسيح، لانك انت ساعات تبقى مولود بالايمان التقليدي، قصدي بالولاده بالمعموديه كذا، يعملوه في الكنيسه وما الى ذلك، وده يغطسه وده يرشه وده مش عارف ايه، والكلام ده كلها طقوس تختلف من كنيسه لكنيسه، لان حاجات ارضيه كلها، وهو لسه ما يبقاش بحسيك الا مؤمن بايمان حق. في الحاله دي هتبتدي حياه المؤمن المسيحي. ممكن يعمل بالمسيح 16 سنه، 14 سنه، 50 سنه، 30 سنه، سنا يعني يبتدي ايمانه فعلا يحصل فيه ولاده. ولاده صوريه روحيه من الله بالايمان بيسوع المسيح. فعشان تبدا الحكايه دي لازم تؤمن. الايمان ايه؟ الثقه بما يرجى والايقان بامور لا ترى. الايمان معتقد فكري وروحي واحساس قلبي ووجداني، يعني قلب نفس وذات وصوره وروح. فتبتدا مرحله الايمان بتقول لك ان المسيح يسوع ده هو كذا وجي عشان كذا، فكر فكر من عارف فكر الرب يعلمه. فانت هتبتدي عندك قبل الايمان معتقد يرسخ فيك. الايمان قد يكون ايمان حق وقد يكون باطل، اي اديان الباطل كلها عندها ايمان باطل، معتقد راسخ فيها مسيطر على ذهنه وقلبه ووجدانه الروحي ويقوده في الخطا. فالايمان يكون ايمان حق بان الرب يسوع المسيح ابن الله الوحيد مولود من الاب قبل كل الظهور، ده هو قانون الايمان. خلي بالك ده تعبوا قوي عشان يكتبوه. فما الى ذلك. تبدا بمرحله الايمان اله الحق بالرب يسوع المسيح ابن الله الوحيد الاله الحق والحياه الابديه. ان تقوى وثبت المؤمن المسيحي في ايمانه بالرب يسوع المسيح، وثبت هذا الايمان الحق في قلب المؤمن وفكره وروحه وجدانه الروحي، وان تتجددت قوه الايمان ووصل الايمان بقى رسخ في مخه او في عقله وجدانه الروحي وقلبه ايمان، ووصلت الى حاله حلول الروح القدس اي روح الله في المؤمن، ففي ذلك ايه اللي هيحصل؟ تنتقل سمات الرب يسوع المسيح الى قلب المؤمن اللي هو وجوده الجسدي وعقله وجوده الفكري وروحه وجوده الوجداني، اي يحدث انتقال السمات والصفات الوراثية. انت عايز تتولد الصورية الإلهية ليكون صورة الله الرب يسوع المسيح إلى المؤمن المسيح. تبدأ قبل بالإيمان، يثبت فيك الإيمان وترسخ في المعتقد ده تماما، ويحصل إن كذا وتجدد تفضل ثابت في الإيمان ده، يقوم ده يجذب على طول السمات الصورية الروحية الوراثية ليكون صورة الله الرب يسوع المسيح اللي قاعد فوق عن يمين الآب، توصل منه السمات الصورية الإلهية منه تزرع فيك لأنك جبتها بالإيمان. إيمان حالة جذب، جذب حب، محد بيحب حد بيقترن بيه ويجيب عيال، حبيته انجذبت إليه، شغل مخك وذهنك وكل الحاجات دي كلها. إيمان يعني اعتقاد راسخ جامد قوي سيطر عليك في كل وجودك. ان وصل كده على طول تعمل نداء قوه جذب، مش بالكنائس والحاجات دي كلها، ايمان يعني ممكن تبقى في الحاجات دي لكن مش ده الطريقه. فبص يجي لك جوه الكنيسه لكن حاله ما تجيلكش الا في وقت معين، تفضل تتدين والحاجات دي كلها في تقاليد الكنائس والحاجات دي كلها، انما الايمان بيجي ساعه ما يجي لك ايمان برضه مبعث من فوق ليس منكم، ليس عطيه من الله، يجي لك الايمان يسيطر على عقلك ووجدانك الروحي وقلبك وكل حاجه، يعني مركز المجال الطاقه الجسد الحسي والصور والانفعالي والشهوي كله يتجدد. الايمان يحصل لك قوه جذب ترتبط بفوق، ترتبط بفوق يحصل الدعوه، يدعوك، اما يدعوك وانت جاهز مستعد
تتمقل السمات الصورية الإلهية، سمات الصورية الإلهية لأكنون صورة الله اللي هو جسد قيامه والحياة الأبدية اللي قام بيه المسيح تحت فيه اللاهوت والناسوت. تيجي السمات دي تيجي لك ازاي؟ لازم حاجة تنقل بالروح القدس. لما هطلع هبعت لكم الروح القدس هينكس فيكم ويكون فيكم ويشتتكم الحق. تيجي لك السمات دي كلها تنتقل سمات الرب يسوع إلى قلب المؤمن وعقله وروحه، أي يحدث انتقال السمات والصفات الوراثية الصورية الإلهية ليكون صورة الله الرب يسوع المسيح إلى المؤمن المسيحي. والإيمان عطية المرأة، سواء دخلت الكنيسة علموك، سواء جالك كده بينبهك وقت من الأوقات والحاجات دي كلها، لأنها لازم تكون الكنائس موجودة، لأن الدعوة والإنجيل موجود، الدعوة للمسيح. لكن خلي بالك ممكن تضع ولا تنام. فهنا وانتقال السمات الوراثية الصورية الإلهية لإقنوم صورة الله في المؤمن المسيحي، ففي ذلك تهتم بإيه الانتقال ده؟ زراعة بذرة الوجود الصوري الإلهي، عملية اقتراع وولاد. تشوف انت ازاي الابوة والبنوة والامومة بتنتقل السمات الصورية للذات دي في الانسان المولود في الحاجة ويطلع المولود من حامل هذه السمات. فاذا حصل انتقلت السمات الوراثية الصورية الالهية يكون انت جاهز بالايمان، والايمان عطية من الله ليكنون صورة الله في المؤمن المسيحي. طبعا اللي هيحملها روح الله، يبقى روح الله حامل السمات الصورية. لا الريح، الروح يعني ريح، روح سبريت ريح. الريح بتاخد السمات الصورية للبذور تنقلها في أي حتة مكان تاني، وفي تربة أرض خش فيها تطلع شجر حي نفس الصورة تتنقل السمات. لما جت فلا أنت جت سمات صور المسيح الابن الالهي جات لك فيك، هتنمو فيك كبذره اتحطت فيك، ما تقدرش تيجي فيك اذا كنت ارضك صالحه، عندك ايمان في ذاتك فتيجي. غير كده بتبص تلاقيها البذره دي تموت، ما تنفعش. فيحصل ففي ذلك تتم زراعه بذره الوجود الصوري الالهي الحق في قلب المؤمن وفكره وروحه، ثلاث مجالات، حيث تنمو هذه البذرة الصورية الروحية بالشحن الروحي الموجب الحق الذي يسري بتجدد الإيمان. عاوز معي عشان تنمو البذرة دي كلها تفضل تجيب وتجدد روح الإيمان، تفضل الإيمان يجيلك، ما جاش تزمو البذرة. عشان كده يقول لك لا تهتم بالعالم وهموم العالم وغلابة سكره وحاجاته دي كلها، تخنق شهواته، تخنق الكلم البذرة فتصير بلا ثمر، ما تنموش فيك، ليس لك اصل في ذاتك، ما عندكش معتقد الايمان بالرب يسوع، معتقد راسخ شاغل مخك، شاغل قلبك، شاغل روحك الوجداني، هذا عطيه من الله ليس منك. عاوز ده بعد دول الايمان واسيبه الجنة. فبص تلاقي جت الحكايه الذي يرسم تجدد الايمان والثبات في الفهم الحق وعمل القداسه والبر ويحفظ. اما يجي لك الحاجه دي والبذره تجي لك فيه وربنا عايز سبق فعرفهم فعينهم فبررهم فمجدهم، من سيشتكى عن مقتضى الله؟ هو اللي بيعمل كل، الله هو الذي يبارك، الله هو الذي يدعو ويبارك. فجالك الحاجات دي هو هيحفظ من غير مجهود، مش فرائض واحكام، يحفظ الجسد المادي من استقبال اي نوعيه من نوعيات الشحن السالب المادي والروح في العصرات والشهوات واعمال الباطن. يقوم عزلك كده، مش عزلك في الدير او تبقى حاجات من دي، عزلك في وجودك المجالي الطاقي الجسدي والنفسي والروحي، فهمت امور تانية خالص، لانك فيك بذرة المسيح مزروعة بروح الحق من الله الآب، عاوزك من ابنائه. وباكتمال هذا التجديد الروحي الموجب فالحق اكتمل، اي اكتمال حمل روحي موجب حمل
جيت فيك البذرة السماد وعاد يجيلك شحن طاقي صوري وروح جاية من فوق بتدينك والحاجات دي كلها. المسيح حق هو بيتولاك. اكتمل اي اكتمال الشحن والحمل اكتمل لزمن يحصل لك صورية روحية بذرة نعمل بالتجديد الروحي وبأعمال الحق توصل لحجم معين روحي كله يتم الولادة الصورية الروحية يخرج بيك ايه القدوس يتولد منك حاجة جديدة جسم صور روحي من أبناء الله تسير زي ما بيقول لك قوة العلية تظللك والروح القدس يحل عليك بعد استماع حبل. لذلك القدوس المولود منك يقول عبد الله ذا سيم سينج هيحصل لك. جيلك الايمان من عند الله عطيه من الله ليس منك. تثبت في الايمان خد الجذب تجيلك الصوره الروحيه تنقل السمات الصوريه الوراثيه اللي تكون صوره الله وراثيه عشان تتولد. تتنقل فيك حطيت البذره فيك. فده حطيت البذره فيك روحيه كلها صوريه. تتجدد بالايمان واعمال الحق دي حاجات اللي خدتيه ينمو. فالجنين الروحي الصوري الروحي اللي موجود جواك اللي هو بذره المسيح نابت فيك تصبح تكتمل. اما تكتمل في زمن معين بالايمان والاعمال الحق، ايمان حق وعمل حق. تتولد يطلع فيك جسم صور روحي مقدس. يتولد فيك ده اللي هتطلع بيه. من غير الجسم ده مش هتطلع اطلاقا. جعلك الجسم الصور الروحي ده جواك تحافظ عليه عشان الى يوم مماتك فناء جسدك تطلع بذاتك فيه. يلزم المؤمن المسيحي ان يحافظ على هذا الوجود الصور الروحي الحق اللي هو الجسم الصور الروحي لكي يحيا به حياه ابديه اللي ينتقل به من الموت اي من موت جسده المادي الى الحياه الابديه اي حياه جسم الصور الروحي الموجب في ملكوت الله اللي حامل ذاته. انت ليك ذات معروف. هنا بيكلمك بولس الرسول في رساله غلاطي 4:19 بيكلمك على الولاده الصوريه الروحيه. يا اولادي الذين اتمخض بكم ايضا بولاده الى ان يتصور المسيح فيكم. البذره هتيجي ويتصور ويكمل الى قياس الى ملء قياس عبه المسيح ملء المسيح قياس ملء المسيح اكتمل. طبعا اكتمل بقى جسم صور روح هيطلع من مجالك بيرتبط بيك وذاتك مرتبط ويتحرك لفوق عشان ياخد امكنه فوق عشان ما تيجي تنتقل بالموت الجسدي تطلع ذاتك فيك تكون قريب قوي فوق او يمكن تخش من الجدار. من غير كده المولود من روح هو روح المولود من الجسد هو جسد. كمان اللي هو بيقول لك الريح تهب ولا تعرف من اين جاءت ولا اين تذهب هكذا كل من ولد من الروح. تقول من الروح جسم صور روحي موجب جات كل بذره من فوق بذره الوجود الصوري الالهي اللي هو المسيح من صوره الله نعمل فيه بالايمان والاعمال الحق وحصل كده تم الحمل كله ولد طلع الجسم الصوري يتحرك ولا تعلم من اين جاءت ولا اين تذهب هكذا هو كل من ولد من الروح حرك لفوق على من الروح على كون الروح مش كون ارضي. هكذا هو ده كلام المسيح كله. جيت من فوق ما جيتش من الارض. ما كنتش هتفهمها كده هي دي الحقيقه. وهطلعنا بالروح الروحيه وعيننا ملكوت السماوات وبكلمك كلام الحق عشان كده بنقول لك ايجيبشن مصاحب. الالفيه الثالثه. اوكي. مسؤوليه المؤمن المسيحي، وقت المؤمن المسيحي جات له حاله الايمان. اول مرحله من عند الله. بعد ما حصل له حاله الايمان ابتدى حس ان في ايه؟ انتقال البذره الصغيره الروحيه للمسيح فيه اللي هو جاي يخلصه. اما جت فيه زرعت في قلبه وروحه ووجدانه الروحي وذاته ومواصل الشحن الروحي الصوري والروحي الى حد معين الحمل الروحي يعني صوري والروحي حصلت الولاده الصغيره الروحيه اتولد فيه جسم الصور الروحي اللي هو جسم المسيح صوري روحي. من صورة الله من روح الله. دي قوامه كله صوري روح. وبعدين ايه؟ يبتدي يتحرك
طلع منه، لكن بتاعه عشان ده عامله عشان يطلعه لفوق، وذاته تبقى ليها مكانه فوق، هو ما يموت تنتقل فيه. واللي حصل ان هو ايه مسؤوليته بقى على جسم الصور الروحي ده يعمل ايه؟ مسؤوليه المؤمن المسيح حق هي مسؤوليه الحفاظ على كنز الحياه الابديه الذي اعطى له بالولاده الصوريه الروحيه من الله الاب اللي هو ذات الله ذات الالهيه بجسم المسيح ابن الله الذي ولد به. واعطى له هذا الجسم الصور الروحي الحق لينمو صوريا وروحيا به وليصعد به الى ملكوت الله في العلاء الروحي الحق في ملكوت السماوات من غير كده ان تستعرض. كلام المسيح بيقول كده. وبذلك يخلص، وبذلك يخلص من موت الجسد. اي الموت المادي. موت الجسد. هتخلص هيموت هتموت. بس تكون جاهز. ذاتك تلاقي حاجة تانية. تلاقي الجسم الصور الروحي. يزرع جسما حيوانيا وقام جسما روحيا. كما لبسنا صورة الترابي سنلبس صورة السماوات. مش اوتومات. ليها نظام. لازم تفهمه. لازم التدين المسيحي يكون روحي علمي حق. الاساس تبنى بيه على الكنائس الجديده. كنيسه حق بشارة انجيل علم المسيح حق. يصعد به روحيا الى ملكوت الله في العلاء الروحي الحق في ملكوت السماوات. وبذلك يخلص هنا خلاص اسمه المخلص من موت الجسد. اي الموت المادي اللي هو الموت الجسدي فلا يكون نهايه لوجود الذات الحي. ما عملتش كده هتموت ذاتك تفنى. تفنى ليه؟ مفيش حاجة تطلع فيها. مفيش حاجة تطلع فيها. لازم يبقى ليها جسم. جسم روحاني. ملهاش جسم. ولازم يكون ليها صورة سماوية. مش موجودين. ما لقيتش الحاجة دي تتبدل وتفنى. هتقول في روح؟ نو واي. طبعا ما خدت جسم سوى روحي ده مرحلة تانية خالص. حتى لو في روح ما تضمنش الروح دي مجال طاقي روح حامل حاجات ممكن يقعد لزمن روحي معي. اديله مثلا 100 سنة زمن روح احسبها بقى دي بالزمن الروحي بالزمن الأرض يعني هيتبدد هيتبدد بعد مدة إلا يسقط في جسم. ليه؟ لو انت مجال روحي في كون روحي هتضيع تتفكك وتتلاشى وتنتهي. حتى لو ذاتك قاعده فيه شويه هتدرك حاجات لكن خلاص. الا بقى اذا كان فيها حاجات سالبه والحاجات دي كلها هيبقى في دينونه. فاتليست مش هتقدر تعطي البداع عن نفسك هتروح منك ذاتك. هنا عشان كده المخلص هديك حياه ابديه. هخلصك من الجسد وهدي لك جسم صور روحي تحيا بيه حياة أبدية وأنا جبتهولك عشان تتولد بيا أنا من الله الآب ولادة صورية روحية وأنا أكون بكرا بين أخوة كثيرين على صورتي اللي هو صورة الله صورة المسيح تكون فيه. وبذلك يخلص من موت الجسد أي الموت المادي فلا يكون نهاية لوجود الذات الحي ويخلص من موت الروحي فلا يسلبه الشيطان لأن ممكن تسلب بالولادة الصورية تسلب ذاتك يعني لو مش انت بقى. بالولادة الصورية الروحية سليمة من ابليس صورة البطل الكلي اذا صير بذلك كائنا صوريا روحيا سليما يذهب الى الهاوية الروحية في موت روحي قبلي ما انتش عارف هيحصل ايه. فعندك يا اما هتبقى تبنى ذاتك في الحال حتى اتنقلت في الروح هتقعد مدة بسيطة قبل مش حياة ابدية مفيش وجود ابدا. ما فيش وجود ابدي الا بجسم صور روحي من الله اللي عنده الحياه الابديه. بيب بالولاده بيه بالايمان بيه تطلع. ومسؤوليه المؤمن المسيح الحق هي الحفاظ على وجوده الصوري الجسد اولا. لان ده نافذة السقوط. جسم الصور الروحي محطوط معاك ومرتبط بيه. وانت بجسدك بتجيب له الاشكالات او تعمل اعمال الحق فممكن تسلبه وتسقطه.
فالقبلة تحافظ على ايه؟ وجهة نافذة بتاعتك بتاعت العالم بتاع الجسم الصوري الروح. يحافظ على وجود الصور الجسدي وجسم الصوري الروحي في حياته في العالم. يحفظهم من ايه؟ بلا دنس في الجسد خلي باله من ذاته. ذاته دي انا اعمل في الجسم قاعدة في الجسد الصور المادي اللي انا قاعد قدامك اي كل واحد ليه جسد وعندي جسم صور روحي بعده وطلع فوق والكلام ده. احافظ على الاثنين دول. ان بعد ما عديته وطلع فوق والكلام ده كله سلبته بجسدي يبقى مترابط كبير قوي. فالقبلة ايه؟ اخلي بالي من جسم الجسد المادي ده الصور المادي. فلا يصلب بالخطيه وشحن الطاقه السائل. لان لو عمل كده هيسلب الثاني ويقطع بيه الاتصال. ده هتكون شايل حاجه كده بالونه هي انت ماسكها دي المركبه اللي هتطلع بيها. تخطئ من هنا تقطع الاتصال. لان ممكن الثاني يقوم مش عاوزه. مش عاوز يجي له الحاجات دي فيه يسلب فيقوم قاطع عنك. فتبقى اشكال في الكون الروحي ده الكلام ده فظيع. فهنا موجود لازم تفهم. يعني المسيح بيقول له حاول تفهم. اصحوا واسهروا. خلي صلوا بلا انقطاع. مش حكايه كنايس ثانيه بعيد لك. مش مساله كنايس، كنايس بتديك البذره في الكلام في التعليم. انت لازم الله هو اللي يبتدي ياخد باله منك. المسيح موجود انا معكم كل يوم من انقطاع الظهر. ابعت لك الروح القدس وملائكه وقدسين عندي. ما انتش محتاج حاجه اكتر من كده. ومسؤولية من المسيح حفاظ على وجود الصوري الجسدي والروحي في حياته والعالم بلا دنس في الجسد والروح اي في الجسم الصور المادي والجسم الصور الروح الاثنين تخلي بالك منهم حاجه لان الثاني ده اعرفش يعني لازم تخلي بالك لان ده اللي هو هيجيب له الاشكالات. اصبح دلوقتي الاصل فين؟ في الجسم الصور الروح والجسم الصور المادي ده اللي هيخلص. زي ما يكون واحد جاب ابن، الابن ده قاعد يخرب له الدنيا كلها. فلم تربي كويس قوي. اقمع جسدي واستعبده. حتى بعد ما كرست الاخرين انا مرفوضا. مرفوضا ليه؟ لانه مشي ورا العالم وسلب جسم الصور الروحي وقطع السلام معاه. ممكن يكون سلبه كمان. فهتبقى مرفوض وتبرع مات. فمسؤوليته يكمل نمو جسم الصور الروحي الحق بالايمان والبر والقداسه واعمال الحق ولا يسلك في الباطل في مجد وشهوات وغنى وسلطان العالم المادي الباطل والعالم الروحي السافل. في ناس كثيرة بتقول لك اوكي انا بزني ولا بسرق ولا بعمل كلام ولا بكذب ولا كلام كل حاجه انا بعمل بقاعد في الحياه واعمل قرشين حلوين كده والكلام ده كله. الحكايه تكون معرفه قلب حيث يكون كنزك يكون قلب. ممكن تبقى غني لك قلبك مع المسيح. وعشان يختبرك يقول لك فرق واحد. ما تستعبدش للمال. محبة المال تستطيع لا تستطيع ان تخدم الله والمال. الكلام ده حكم. قوانين دخول غني فعلا ما يقدرش يخش لانه مرتبط بالمال. الله بالنسبة له ما يقدرش انكذاب عبادة حب. فإن حافظ المؤمن المسيحي وجوده الجسدي صوري الجسدي ووجوده الصوري الروحي من أي سبب في الجسد وفي الروح فحياته تكون في مجد وكرامة وسلام وحق ولا يصيب أي شر ولا يقوى عليه سلطان الباطل في الأشرار والكذب والخطاة والظالمين ولا تقوى عليه المعاصر والعصرات والأحكام السالمة ولا يسقط في التجارب والضيقات والضرورات والاضطهادات والمظالم والنكبات والشداد والاضطرابات. إذ يحفظ في الحق في ذات الحق بصورة الحق وبروح الحق اللي هو الله. ليكون بذلك كل وجوده الجسدي والروحي في الحق أي في الله. ولذلك لا يدنو منه الشيطان بأحكام السالب وطرق الباطل وشهوات العصرات والتجارب ولهذا يحفظ حياته من السقوط الكلي في الهوية الروحية ومن الموت الأبدي. لازم يخلص من الحكاية. لأن أنت في عالم الشيطان. ما تخلوش يسرق الكنز اللي معاك. بالإيمان. بعقلك. يرشدك بالحق يعلمه إله.
أما إذا لم ينتبه المؤمن المسيح حفظ وجود الصور الجسدي والروحي ولم يطهره من الشحن السالب الجسدي والروحي ولم يجدده بالشحن الروحي الموجب الحق بإيه؟ بالصلوات الدائمة والطلبات الدائمة يلجأ على الله احفظني وبارك زميلي وبارك الله الرب لأنه حفظني حفظني هو اللي يحفظني وبفهم كلمة الله وبالإيمان وبالانقطاع عن استقبال الشحن السالب المادي الباطل والروح الشرير وبالتناول من جسد المسيح ودم غفران الخطايا طلع أول بول عشان ما يبقاش عنده خطايا عشان ما يسلبش جسمه الصور الروحي ما عملش كده هتبص تلاقيه راح للشيطان او بقى عندوش بروتكشن ما عندوش سكيورتي ما عندوش امان تكتنفه الاتعاب والضيقات والضرورات والامراض امراض دي حسب كلها دي احكام ساعات المرض يجيله ينجيه من الخطايا زي ما بيقول بطرس الرسول المرض يكف عن خطايا ما دام مش راضي يقوم ضربه بخطا بامراض ده بينجيه ربنا حاجه تانية تجارب وخطا الله عاوز ينجيه يخليه ما يمشيش في الشر يفتكر قواتي في الضعف تاكل يقول اه وتكتسح الاحزان وتسقط العثرات والتجارب وتكسر القوى الماديه والروحيه سالبا فتكون نهايته العطب والهلاك إذا سقط ممكن يحصل له المسيح شدت عليه قوى الشر وتعب في التجارب والضيقات وانجذب لعثرات العالم والكلام ده وقع وهو في مولود الله من أبناء الله إذا سقط المؤمن المسيح وطلع الرب يسيا ليقيمه لعطل فصلاة الإيمان والفكرة ما بيطلعش بيروح يمشي مع الطيارة ينجرف مش طارق فصلاة الإيمان تشفي المريض والرب يقيمه. إذا كان بيقول لك هذا أنت تبع مين؟ يخرجون الشياطين باسمه كذا 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 وإن إيه؟ والشياطين باسمه كما أذنة جديدة من شرب شرق مديها لا يلرون وضعون عيوه على المرضى فابرؤون. إذا كنت أنت بتضع إيديك على المرضى طبعا. حط إيدك على نفسك يا أخي وابرؤ. فهي قوانين. حالات اكتمال لان ده كون روحي وقدرات روحيه وجسم روحي ما كانش يبقى فيه علم جيد جدا للتدين المسيحي الروح الحق تنهجه الكنائس وتفهم ازاي العلاج والتريتمنت والكلام ده علم طب روحي وحاجات من دي ما كانش كده مش هتقدر تفهم ايه اللي بيقول الرب يسوع لان انا بيقول لك اذا كنت بكلمك على الجسديات والارضيات ولا تؤمنون أكلمك إزاي على الروحانيات؟ فدي سبعة بعدين عدى 2000 سنة مش فاهمين حاجة لازم يبقى في علم وبعد العلم المسيحي الحق بالإيجيبشن مصر اللي قاعد قدامي مسيح كتب الحق مسيح ملكوت الألفين مسيح معين الطريق الحق اللي ملكوت السماء طلعنا وشفناه إنجيل وكتبناه على الإنترنت رحلة روحية وشفنا ولازم نكمل فلازم يكون موجود. فإذا سقط وطلب الرب ليقيمه في طريق الحق لما يطلب بحق وربنا عايزه كمان. ما احتقرش الرب. طلب. يقوى بذلك جسم الصور الروحي يبتدي يقول زي ما بيقول لك اصحى أيها النائم فيوضي لك المسيح. صحيت انت وطلعت هيضيء لك المسيح يضيء لك المسيح يقوي جسمك الصوره الروحي يوم تاني وان كان قد فعل خطيئه تغفر له يمسح حاله عاوز داود كله خطايا توبى الرجل الذي لا يحسب لها الرب خطاياه ولا يوجد في روحه غش لانه عاوز الرب بيحب الرب لكن بيخدم الجسد هيعمل ايه؟ طول الراجل هيحسب لها الرب خطايا عارف المغفره ان ربنا بيغفر له بالرغم ان كله سفاك دماغ انما راضي لازم يعمل كده انما جوه قلبه عارفه
مش حكاية بار وكذا وأخطأت سامحني الكهانة دي مش الكهنوت يتكهن يعني حاجات كده وبتاع وضعف يلبسوها رداء التقوى وهم ايه خدام لابليس الشيطان لا عجب لان الشيطان نفسه يغير شكله لشبه ملاك دول فلا عجب ان خدامه ايه بيغيروا شكلهم في شبه ايه خدام البر وهكذا فهي ما فيهاش علم مش خطاي حتى لو عملت خطايا هشيلها عنك دوري انا بحبك ابن عاوزه مجذوب بتحبه منجذب اليه وقاعد دوري اقومك ما دام عليك فيك الجاذبيه الصغيره روحيه وعارف تقوم تاني تخت يعني اخطا ما جه المسيح بيقول لهم الاثنين عنده عيلين واحد اخطا ومشي والتاني موجود معاه فالتاني ادرك لما اتبهدل ورجع قام اصحى يقعد نائم فدي لك المسيح فرجع لابوه قال انا اتبهدل كده ما ارجع اقول له اخطات سامحني وبتاع ابوه فرح قوي فالتاني زعل اتبار ده الخاطر قال له انت كل حاجه عندي وانت كل حاجه حكي لك انت اخوك ده كان ميت فعال وكان ضالا فوجد فاحنا ده اللي عاوزينه فرح بالسلام بخطوه واحده تقول عاوزينه ده شغله مطلوبه انقذ الناس دي لانهم ابناء الله اللي هو مسيحي بدل مسيحي لبست صوره المسيح من ابناء الله فايه يقيمه وبذلك التقوى وجوده الصوري المادي والروحي يشفى من زي ايوب وما نزل كل حاجاته راحت امراض في الحق اي في الله فينجو من السقوط الكلي اصل هو عدم ان انت قادر تقيم نفسك وتعمل عجائب ومعجزات وتشفي نفسك وتلتزم بالحاجات دي لا انك ما عندكش ايمان لو عندك ايمان مثل حبه خردل تنقل الجبل ولا يكون غير شيء ممكن لديكم مفيش ايمان كنيسه انطفئت في الايمان فاصبح ان انت ما تقدرش تعمل حاجه وثمر ايمان اعمال ما كانش فيه الاعمال يبقى الكلام ده كله غلط كله كلام اي كلام فلازم يكون علم روحي مسيحي حق يكشف على القوانين والطاقات والحاجات دي كلها الروحيه ويعمل معجزات دي المرحله القادمه لذلك مسؤوليه المؤمن المسيحي هي الحفاظ على جسم الصور الروحي الموجب لازم وبيحافظ على الاثنين بس ده لازم يخليه ده السفينه بتاعته اللي هيطلع بيها فوق يفهمها ليكون كاملا في الحق ومجددا بالايمان وقويا في اعمال الحق والبر والقداسه. اعمال حق بحق ربنا بيديها لك. كلها في الخفاء. تصلي في الخفاء، تصوم في الخفاء، تتصدق في الخفاء، بتعامل ابوك السماوي الذي في الخفاء يجازيك على ان هيحفظك ويجيبك عنده. عملية روحية كلها. فإن حافظ المؤمن على وجود الصور الروحي الموجب اللي هو جسم الصور الروحي الموجب موجود من الله بالإيمان بالرب يسوع المسيح يكون له في وجود الصور لو حافظ على ده ما تبديش بجسمك المادي أبدا حافظ على الأولاني اطلب ملكوت الله وبره أولاده وهذه كلها تزاد لك. الانعكاس هيجي على ويحفظك بجسمك. يكون له في وجود الصور الجسدي اي حياه جسد مادي في العالم سلام وستر وبركه ونعمه وبر وقداسه وفهم حق ومجد وكرامه لان طبعا هو قانون سقط وغلط ديك ديك وشد على كل انسان يفعل الشر مجد وكرامه وسلام على كل نفس انسان تفعل الصلاح ده قانون الله قانون الهي تروح مع الله ليك مجد وكرامه وسلام تروح مع الشيطان ليك سخط وغضب وليك وشك. بطانيق. ويكون له غلبة على كل قوى السلب المادية والروحية، أي قوى الباطل المادي والباطل الروحي، إذ هو في الوجود الحق، أي في الله الحق، الذي يحفظ وجوده الجسدي والروحي للمؤمن، فلا تقوى عليه أي قوة باطلة من قوى السلب المادي والسلب الروحي في التجارب والعصرات، ما تقولوش تجارب وعصرات كتيرة. هو ينجيه مش بمخ وعقل
يبعد عنه الحاجات دي، يبقى متضايق صحيح وحاجات من دي، لكن دي افهمها بعدين. وبذلك يحفظ المؤمن وجوده الصوري الجسدي والروحي، اللي هو جسم الصوره الروحي وجسم الانسان كاملا في الحق، لينال به حياه ابديه في ملكوت الله. شوف النصوص بتقول لك ايه. يعقوب 1:27، الديانه الطاهره الداخليه عند الله الاب ايه هي؟ حفظ الانسان نفسه بلا دنس في العالم. بس طالما حافظ نفسه بلا دنس في العالم، اذا كان مؤمن مسيحي هيبقى جسمه صور روح، هياخد مرتبه عظيمه جدا. اذا كان انسان عادي هيبقى روح فضل، فهيكفوا الى الارواح. انا الرب الى الارواح، هذا الرب وازن الارواح بمجرد. 2 كورنثوس 7:1 برضو، فإن لنا هذه الموعود أيها الأحباء، ده بولس الرسول، نعمل إيه؟ نطهر ذواتنا من كل دنس الجسد والروح، جسم السوري المادي والجسم السوري الروح، مكملين القداسة في خوف الله. حزقيال 18:21، ده بيكلمك ربنا ما عندوش فرق من الأشرار والأبرار. إذا رجع الشرير، ده منطق، ده قوانين، بيحط لك قانون. إذا رجع الشرير، ده حزقيال، عن جميع خطاياه التي فعلها وحفظ كل فرائضه وفعل حقا وعدلا في حياته يحفظ، لأننا لا له الحق، لا يموت. كل معاصي التي فعل لا تذكر عليه، في بر الذي عمله يحيى. هل مصر أصر بموت الشرير؟ يقول السيد الرب، يعني وانا عايز اموته، انا مش عايز اموته، انا عايز يرجع. فاذا رجع وراء اغفر له كل حاجه. هل مصر أصر بموت الشرير؟ يقول السيد الرب، ألا برجوع عن طبقه فيحيا فيحيا. ده الشرير إذا رجع البر بقى عن كل بره، عن بره بار، وعمل إثما وفعل مثل كل النجاسات التي أفعلها الشرير، أفيحيا؟ كل بره الذي عمله لا يذكر عليه. ليه؟ في خيانته التي خانها، خان وفي خطيئته التي اخطا بها يموت. اوكي، يعقوب 5:15-16، ان انت لو انت مؤمن كويس قوي وجالك تجارب وحاجات من دي وعيت، صلاه الايمان تشفي المريض، لان اذا كنت انت بتدعى يدك على المرضى فيبرؤون. انت لما هتصلي وعندك ايمان وتقول له شفيني عايش فيك، ايمانك قد شفاك، إيمانك قد شفاه، كل شيء من استطاع المؤمن. إذا كنت بتطلب حاجة وأنت من كل قلبك إن أنت هتنالها، هتنالها. مسألة إيمان، والإيمان علم، روح. إيمان علم، تجلب طاقات روحية، لا علم يتفهم. ده ليه قوانين وطاقات روحية في هذا العصر بالزمان، 2000 سنة عدت. اعترفوا بعضكم لبعض بالزلات وصلوا بعضكم لبعض لأجل أن تكشف. في واحد تاني عنده ايمان يجي يصلي له مش ناصر. تعالى روح عند ابونا فلان ولا اخونا فلان ولا بتاع ده ولا البطران ده يصلي لك صلاه وتشفى، كله ناصر، بس حط تبرعات كويسه وبتاع، كله بيضحكوا على الناس. حرام حرام حرام، تسلبوا الرعيه خطر. علموهم ازاي يعمل المعجزات، وازاي يتعلم العلم الروحي، وده يتدين تدين مسيحيا روحيا حقا، وينفذ كلام المسيح، مش تعلموا انه من يعتمدوا عليكم وتسلطوا عليكم، هذا خطا. تسلطوا بعنف على الرعيه زي ما تربط البار تقدر كثيرا ايه؟ بفعلها. علمه يبقى بار، ما يبقى بار تمام هيبقى يطلب قدراته وطاقاته ويعمل ايه؟ الفكره ما فيش مدارس تعليم، ما فيش علم روحي حق، ما فيش كنائس المسيح حق، كلها بقت مسيح باطل.
ورعاة البطن. أوكي. وحاليا هنتكلم في الفصل الثالث من كتاب تسجيل الروح الحق، تسجيل المولود الروحي. المولود الروحي اللي هو ايه؟ ولايتك، ولادتك انت من الروح، من الله، الله روح او روح حق ينبغي ان تسجله. ولادتك من الله، من الذات الالهيه بصوره الله بروح الله، يعني بالمسيح او بروح القدس. في جسم صوره روحي الهي، ده اللي هتطلع بيه. الولاده بتاعتك دي تحصل محدش عارف امتى. اللي هو بيقول لك بطرس غسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس. اما يحصل لك تجديد الروح القدس ويجيب لك بذره اللي هي سمات الصبايا الروحيه للابن الالهي من صوره الله، ينقلها عندك الروح القدس وتنمو فيك بذره الله، بذره المسيح، وتنمو فيك وتحصل لك شحن روحي موجب حق، ويحصل ولاده صبايا روحيه. ايه ما اتولدت؟ انت هتدركها او لا تدركها، الدازر مغلق السلوك عيبان، وتبقى لك مولود روح صوري روح. تصور المسيح فيك يا ابناء، اتمقد فيكم حتى يتصور المسيح فيكم. تسجيل المولود الروحي. المولود الروحي في المؤمن المسيحي ايه هو؟ هو الجسم الصور الروحي الموجب الحق الذي يولد به المؤمن المسيح من الله الآب اللي هو ذات الإلهية، بالابن الرب يسوع المسيح اللي هو صورة الله، وبالروح القدس اللي هو أخوه روح الله. يبقى بتولد بصورة الله بروح الله من ذات الله. هذا المولود الروحي هو من صورة الله ومن روح الله، أي هو من المسيح اقنوم صورة الله، ومن الروح القدس اقنوم روح الله. بذلك المولود الصوري الروحي الموجب الحق هو بداءة صورة المسيح في المؤمن المسيحي، وبداءة روح المسيح في المؤمن المسيحي، أي هو بداءة التسجيل الصوري الروحي الحق لوجود الصور الروحي الحق للمؤمن المسيحي. هنا ابتدى، يبقى هنا ابتدى حاجة تسجل بيه. هذا المولود الصوري الروحي في الإنسان هو مين؟ هو مولود الله في الإنسان، لابنه الوحيد الرب يسوع المسيح اقنوم صورته الإلهية، وبروح القدس الروح القدس اقنوم روح الإلهي. حاجة عظيمة جدا. والمولود الصوري الروحي مرتبط بالله الآب بروح القدوس، ومرتبط بابن الله الرب يسوع المسيح، إذ هو مولود على صورته الإلهية الحق. هذا الارتباط الصوري والروحي الحق بين المولود الروحي في الإنسان والله الآب وابن الله الرب يسوع المسيح ينشئ قوة جذب صورية روحية شديدة بين المولود الروحي في المؤمن المسيح الحق، وبين الله الآب وابن الله الرب يسوع المسيح، ارتبط بيهم. خلي بالك دي حاجات مهمة أوي، ده جواك. وقوة الجذب الصورية والروحية الموجبة الحق إيه هي؟ هي المحبة الفائقة التي يرتبط بها المؤمن المسيح الحق بالله الآب وبابن الله الرب يسوع المسيح وبالروح القدس، أي روح الآب، بروح الآب والابن، أي بروح صورة الله، صورة الإلهية، ليكون الجميع، أي جميع المولودين من الله الآب بابن الله الرب يسوع المسيح، قائمين في وجود صوري روحي واحد. هو وجود الله الواحد في ذاته وصورته وروحه، أي الأب والابن والروح القدس في المؤمن المسيح الحق.
يبقى الفيل موجود. يبقى هو بيحب مرتبط بقوة جذب جامدة قوي مع الله الأب، يعرفه لأن أبوه مولود زي ما العيل يتولد كده ويتعود عليه حبك، ومرتبط بالرب يسوع المسيح اللي هو إيه؟ على صورة المولود. والله الأب موجود منه وبروحه طبعا اللي هو روح القدس. يوحنا 17:21، ليكون الجميع واحد كما أنك أنت أيها الأب فيا وأنا فيك. كلام صعب المسيح بيقوله فلازم تفهمه. ليكونوا هم أيضا واحدا فينا، بيرتبطوا بينا قوة الجذب الصورية الإلهية. دول أولادك وإخواتك. وأنا أعطيهم المجد الذي أعطيتني ليكونوا واحدا. طبعا هيديهم المجد كله لأنه دول إخوات من صورته. بقى من صورته وجايين من الذات الإلهية. فبقى واحد كلهم. فياخدوا المجد كله. كما أننا نحن واحد. أنا فيهم وأنت فيا ليكونوا مكملين إلى واحد. فأنت إذا دخلت في الاتحاد الصور الروح الإلهي ده بالإيمان بيسوع المسيح وولدت من الله الآب ذات الآية بصورة الله اللي هو الابن الإلهي وبروح الله القدس وصار لك جسما صورا روحيا وبقيت من أولاد الله مولود من الله، افهم الاتحاد ده عجيب ومجيد. اوعى تكسره بأي حاجة من العالم ولا تدين جسدي عقيم ولا حاجات من دي. هو أباك السماوي هيفهمها تعمل ايه حتى تجيله كاملة. مش حكاية خطايا وكلام من ده وفرائض وكلام أصفار وكلام ده فهم. الله أنظر على بني البشر من السماء ينظر من فاهم وطالب الله، ومن عرف فكر الرب ايه فيعلمه فكر فهم. أما نحن فلنا فكر المسيح. هنا يوحنا الرب يسوع نفسه بيتكلم 11:52، ليجمع أبناء الله المتفرقين إلى واحد. في أبناء في أمريكا، في أبناء في مصر، في أبناء في الصين، كل دول مولودين من الله لأنه آمنوا بالمسيح. الإيمان بالمسيح عظيم جدا، عجيب جدا. خلاص روحي أبدا. قوة الجذب الصورية الروحية هنتكلم عليها. إيه هي قوة الجذب الصورية الروحية؟ قوة الجذب الصورية والروحية في أبناء الله المولودين من الله بابنه الوحيد الرب يسوع المسيح يقنون صورة الله وبالروح القدس يقنون روح الله. مولودين يقنون ذات الله بقنون صورة الله وبقنون روح الله في مادة حياة أبدية جديدة لاتحاد النسوب باللاهوت. اتحاد يقنون صورة الله بصورة الإنسان خدها معاه بقت مادة حياة أبدية يديها لكل مولود يكمل جسم صور الروح وفي وجود الإنسان. هي من الطاقة الصورية والروحية الإلهية. أي من إيه؟ من المسيح أكون صورة الله مصدر الطاقة الصورية الإلهية لأنه أكون صورة الله، ومن الروح القدس أكون روح الله مصدر الطاقة الروحية الإلهية. أفهمك إزاي؟ سماء الكون الروحي فوق أوي، كون روحي مش كون مادي. الله قائم في ذاته وصورته وروحه، ثالوث قدس الأب والابن والروح القدس. وجاء الجديد كمان يسوع المسيح ابن الإنسان اللي هو تجسد صورة الله بصورة الإنسان وطلع فوق مادة الحياة أبدية. ابن الإله جاب نوع جديد منه. ابن الإله الأزل الأبد، من صورة الله والله عملها إنه تجسد سمات الصورة الإلهية بوجود صور الإنسان في بطن العذراء وقام من الأموات ضحى ساكرفايم سيلف ذبيحة وقام مادة حياة أبدية إلهية إنسانية. طاقة جديدة صورية إلهية إنسانية. الاتنين مع بعض نوع جديد طلع فوق. ده تكون جاهز عشان تاخده وتتولد بيه وتنمو بيه وتطلع بحياة. مش كده بيقول لك أنا هو القيامة والحياة. من آمن بيه ولم مات فسيح يحيا وكل من كان حيا وآمن بيه لن يموت للأبد. ومن آمن بيه فتنتقل من الموت إلى الحياة. وإن لا تؤمنوا إن أنا هو تموتون في خطاياكم. هكذا يكون تفهم الحكاية كويس أوي. فاللي حصل
مصدر الطاقة الصورية الإلهية كلها المسيح عدفه، سواء هو الابن الإله الأزل الأبدي يكون صلى الله، سواء يسوع المسيح المتجسد اللي أصبح إله في إنسان موجود فوق مادة جديدة، طاقة جديدة، حاجة عجيبة. وجود الإنسان طلع فوق بيسوع المسيح، أصبح جاهز، شفرة موجودة، ده ما أسكان ده كذا ينزل على طول يلبس صور. أكسب صور الروحية، كل جوا الله، ده الوسيلة الولادة من الله. من غير كده مفيش وسيلة. فهنا أما أنت اتولدت وعندك جسم صور روحي إلهي مولود بيه بالإيمان بيسوع المسيح وتكمله بالإيمان الحق وعمل الحق وفوق أصل الطاقة. وقدوم صورة الله الأزل الأبدي ويسوع المسيح اللي متجسد في حياة إنسان طاقة صورية إلهية رهيبة لا محدودة أزلية أبدية. نوعين موجودين في بيور خالص اللي هو اتنين صورة الله الطاقة الصورية الإلهية اللي هو الابن الإله الأزل الأبدي، ونوع تاني خدوا من ده وحطوه في وجود الإنسان، نوع تاني موجود مع اللي هو يسوع المسيح ابن الإنسان طلع فوق بقى وجود إلهي إنساني جديد موجود أزلي أبدي ده تتولد بيه كانوا بيه حياة أبدية زي من جسمك الصور. فالطاقة الصورية الإلهية عظيمة الشأن جوه فوق أو عند المسيح في علاء الكون الروحي. والطاقة الروحية الإلهية اللي هو وكنون روح الله اللي هو روح القدس روح الحق عظيم قوي في الطاقة الروحية أزلية أبدية قوية جدا. وأنت اتولدت بالإيمان بيسوع المسيح في جسم صوري روحي بيعافر وقاعد يتحرك لفوق ومتكون من طاقة صورية من المسيح أقنومة صورة الله ومن جسد المسيح اللي هو قام به لحد الناسوت باللاسوت لاهوت بالناسوت يعني ومن روح الله اللي هو الروح القدس. ايه اللي يحصل؟ انت عارف الجاذبية الأرضية المغناطيسية، لو جبت انت مغناطيس جامد قوي حديد كده وجبت إبرة حطيتها كده تتشد على طول في قوة جاذبية. الأرض نفسها فيها الجاذبية الأرضية، أي حاجة ترفعها تقع، لو كنتش تعرف عشان تطلع تقع، في قوة جاذبية. أنت بولادتك من الله الذات الإلهية الآب بصورة الله اللي هو المسيح الآب وبروح الله اللي هو الروح القدس وبتنمي جسمك الصور الروحي بمادة الحياة الأبدية اللي عملها لك المسيح جاهزة باتحاد لاهوته وناسوته في الوجود الإنساني وطلع فوق بيه عشان يديهولك. إيه اللي بيحصل لك؟ إن أنت دخلت مجال قوة الجذب الصورية الإلهية. المفروض إن أنت جسمك الصور الروحي كامل جواك أو ابتدى يتشد فوق وتموت في الحال. زي المغناطيس كده. قوة جذب جامدة، الجاذبية جامدة أوي فوق. وأنت من نفس مادته، صورية روحية، جسمك، تتشد في الحال. فكل المؤمنين المسيحيين أول ما إيمانه، تاني يوم يموتوا. بعديها بإيه؟ مفيش، ساعة. مش هيحصل كده لأن المسيح قال له إيه؟ لست أسأل أن تحفظهم، تأخذهم من العام. نوخ، أوقف قوة الجذب دي. هم ليسوا بالعالم زي بالظبط، مش عايزك تشدهم زي ما طلعت. عايزين نكمله ونكمل غيره. بل ان تحفظهم من الشرير. عمليه صعبه، قوانين جامده جدا. قوه جذب رهيبه، وانا اديتك طاقه صوريه روحيه بولادتي من ولادك من الله الاب بصوره الله وروح الله، هتنجذب في الحال هتموت. فمش عاوز انا الكلام ده، لازم اكمل الجسم الصور الروحي قبل ما يجي. فقوانين وطاقات تانية ومعدات جامدة أوي لازم تفهمها. إيه اللي هيحصل؟ قال له ما تاخدهمش. لست أسأل أن تحفظهم تاخذهم من العالم، بل تحفظهم من الشرير. ليه؟ طيب. إنهم ليسوا من العالم كما إني أنا لست من العالم. قدسهم في حق. قدسهم في حق. اللي هيحصل
ايه اللي عمله في المعادله الجديده الرب يسوع المسيح؟ لانه ايه؟ شفيع البشر، هو البشر كله مخلص لوجود الانسان في العالم كله. فدول وجود انسان يترفق بيه مع وزنه. طب اعمل ايه؟ ده قانون الهي. انا عندي قوه الجاذبيه الصوريه الالهيه فوق رهيبه. وده وجود صوري الهي من عندي، لان بيطلع لي على طول في الحال. مش هيقعد حد. مش هيقاوموا اعمال ابليس. مطلوب ان هم ينقضوا اعمال ابليس ويتمجدوا ويغلبوا. ده انا معاهم. فايه اللي هيحصل؟ بدل ما يتشدوا لفوق بسرعه جدا، بالذات لو اكتمل في وجود الصور الروحي، او اول ما يبتدي وجود صور الروح الهي، اول ولاده لا كده، اول ما يتولد عيل عندك يموت في الحال. فاول ما يتولد مولود الله في الانسان يموت في الحال. من ايه؟ شده عنده. لانه طاقه صوريه روحيه الهيه. بقول له ابنه جيبه عنده. تعالوا ليه في العالم؟ انا عايزه فوق. وانا ربيه فوق. مش ده المطلوب. بس اسال ان تاخذه معانا تحفظه من الشرير. ايه اللي يعمله؟ اظهر قوتك في الجاذبيه الصوريه الروحيه الالهيه دي فيه. فيمجدوا اباهم الذي في السماوات، يعملوا اعياد. يتمجد بيهم الاب وينتشر ايمان المسيح ويكثر الحصاد. الزرع يبتدي ينزل بقى بذرة كلمة الله، والحاجات دي تنزل، والسمات الصورية الإلهية بتاعة المسيح تنزل، والروح القدس ينقلها. عملية شغالة على طول بعلم صور يروح. بدأت بشارة إنجيل علم المسيح حق. فتظهر في آيات وعداء. أنت عيالك دول خليهم يعملوا عداء وقدسهم. دول إخواتي خليهم يعملوا زي ما أنا عملت. ويجيبوا ناس تانية، احنا بعت انت بعتنا عشان اجيب ناس. هكذا يكون مطلوب علم. وهيبتدي بشرط انجيل علم المسيح، وانا بحط اسسه. لازم تفهم الكلام اللي بكلمك ده من فوق. لازم تفهم كويس. والطاقة الإلهية الصورية والروحية اللامحدودة تشكل في البعد. ده اللي طلب الرب يسوع. قدرات صورية وروحية عجيبة تظهر في المعجزات الصورية الروحية الإلهية التي هي أعمال الله في المؤمنين. هذه الآيات تتبع المؤمنين. يخرجون الشياطين باسمه كل الحاجات دي. لو ضعنا عيدهم على المرضى ما بيحصلش. فهكذا، لأن إيه؟ المعادلة وقفت غلط. تعطلت المعادلة، انتقال الطاقات الصورية الإلهية في مولود الله في الانسان ما بقتش مع عجائب. بسبب الكنائس هي اللي عطلت عمل المسيح. عمل الله. هذه الاعمال الاعجازيه لا تعمل بقدرات الانسانيه ولا بالطاقات الماديه، بل بقوه الله. والتي هي قوه الجذب الصور الالهي الحق. ومن يعمل بهذه القوه الالهيه الحق يلزم ان تنجح اعماله، هيعمل ايات. وما يقدرش عليه، يغلب الشيطان. يغلب ويرث فوق. ذلك لأن قوة الله وقدرته وحكمته وعمله ومحبته تفوق، اللي هي قوة الجذب، أنت فوق كل قوة وكل قدرة، ويتسود على الكل. وتعجز أي قوة سالبة أو قدرة باطلة على أن تقاوم عمل الله، أي عمل الحق في المؤمن المسيح الحق. هنا هيبقى إيه؟ قوي كله خالص، مرتبط متحد بالله. والمؤمن المسيح حق اصلا، انت بقيت مؤمن المسيح حق ومولود الله فيك. وهتظهر فيه الطاقات لو انت فهمت وجبت العلم الروحي المسيح حق. هتقدر تجيب الطاقات وتعمل بيها معجزات زي العلم المادي. تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. المؤمن المسيح حق لا يسلك بفكره المادي ولا بحكمته الإنسانية، ولا يعمل بقواته الجسدية، ولا بقدراته النفسية، ولا بمجال الطاقة الروحي الوجداني المحدود. ده كله دي مجالات محدودة. إذ في هذه جميعا يفشل ويخفق
إذا كان هو في مولود الله وسايبه وبيشتغل بقدراته هو. إذ يوجد في وجود الإنسان بأفراده ونوعياته وطاقاته وقدراته من يغلبه ومن يقوى عليه. ويوجد في الوجود الشيطاني السالب والباطل من يعصره ومن يسقطه ومن يهلكه. فلا غلب الإنسان المسيحي بقوته الذاتية ولا نجاة له من السقوط. وإذا اتكل على قدرته الذاتية وأيضا لا غلب له إذا قوي في أعمال البر. هيقول لك أنا بعمل أعمال وبصلي الصلاة كلها، أنا راجل مطران، أنا راجل راهب، أنا راجل كذا، أنا كل وقت في الكنيسة أتملي خدمهم، وبتعمل بر، حتى بر قاعد تعمل أعمال بر، راجل فاضل. إذا قوي في أعمال البر والتقوى، في هذه جميعا محدودة بالقدرة والقوة الموجبة بالحدود الإنسانية للوجود الإنساني الفاضل والعاقل، حتى لو كان عاقل وفاضل وبحكمته. ليه؟ لذلك من ينهج منهج الفضيلة الإنسانية، يقول لك ده راجل فاضل، ويسلك مسلك العقل الإنساني قد ينجح وقد يفشل، وقد يقوى وقد يضعف، وقد يقوم وقد يسقط. إذ نجاحه وفشله وقوته وضعفه وقيامه وسقوطه تعتمد على عوامل وجود الجسد والنفس والروحي وعوامل وجود الآخرين في قوتهم وضعفهم. إذا كان هو أقوى منه هيغلبه، أقوى منه هم هيتعبوه. وعوامل النجاح والفشل المادية والبيئية يعني حسب ظروفه اللي اتحط فيها. ولكن من كان متكل الله في وجود الصور والروح الإله الحق، أي وجود المسيح الحق، وفي وجود الروح الإله الحق أي روح القدس الحق، فهو يعمل إيه؟ بحكمة الله مش بحكمته هو ولا بره هو، وبقوة الله اللي هي إيه؟ أي بالمسيح الحق وبروح الله روح الحق. وفي ذلك يلزم أن يغلب كل حين وفي كل موقف، ونجاحه يكون لوجود الله معه وليس لوجوده هو مع الله. الله يتواجد مع اي حد، مش انا عشان كان ولا مطران ولا راهب ابقى مع الله، لا، وجود الله معك. ما تفرضش انت كنت اخذت وظيفه كهنوتيه والكلام ده كله ورهبانيه والكلام ده ملوش قيمه عند الله. اذ فضل القوه الالهيه لوجود الله مع الانسان وليس لوجود الانسان مع الله. مش تعمل نفسك طيب وبتاع وكنايس والكلام ده كله ورايح وجلس تقدس وقداسة فلان وقداسة فلان. وجود الله مع الإنسان بيتواجد مع أي إنسان، هو اللي بيقترب. فإن كان الله مع الإنسان فإنه يقويه. لذلك فضل القوة هو من الله للإنسان الذي ينبغي عليه الإنسان يعني كل حين أن يمجد الله في قوته التي وهبها له ليعمل بها الحق ولينجو بها من اعمال الباطل ومن الشرور والمعاصي والاحكام السالبه. لذلك من يعمل اعمال الله، اذا كنت بتعمل اعمال الله ليس هو العامل بل الله هو العامل فيه. لذلك يمجد الله في اعماله ويشكر الله كل حين انه اختاره ليعمل اعماله، ليعمل اعمال الحق. فإن ضل ونسب أعمال الله لوجود الذات الإنساني وافتخر ومدح بره الذاتي وقوته الذاتية في عمل أعمال الله فهو يسرق ويسلب الله ويكذب على الله بيدعي حاجة مش بتاعته. إذ هو يمجد ذاته وأعماله بأعمال الله التي وهبها له يمجد بها الله. انت جاي عشان تمجد الله باعمال الله. وليعرف بها الله كاله الحق العامل اعمال الحق. تفهم بها علم المسيح الروح الحق. وتفهم ان انت انسان ضعيف. وان الله اوجد فيك الحاجات دي، فالله هو اللي بيعمل. لذلك كثيرون يسقطون من المختارين.
الذين بعد أن يعدهم الله ويختارهم ليمجدوا اسمه القدوس ويعطيهم قدرات وقوات وملائكة تعمل معهم أعمال الحق أي أعمال الله ليتمجد الله بهم وليعرفوا به الله فيكون لهم نصيب مقدس وميراث أبدي في ملكوت الله يظن أن الله العلي القدير الذي أقاموهم من ضعفهم الإنسان في قوته الإلهية ورفع حقارتهم الإنسانية جسد ضعيف روح نشيط في وجود الإله السوري والروح الحق أي في المسيح وفي الروح القدس وأعطاهم مجدا وبرا وقداسا لعمل أعمال الله يظنون أن الله إيه؟ اختارهم لأنهم فضلاء وأتقياء وحكماء وأبرار وقديسون وأنقياء وأطهار وأنهم بحكمته وطهارته وقداسته وكهنته وطبه استحقوا الاختيار الإلهي أي أنهم فرضوا على الله اختياره لأنهم أفضل الجميع وأحكم الجميع وأقدس الجميع وأطهر من الجميع فلازم أن يختارهم الله ليعملوا أعماله ويخدموا اسمه وفي هذا يقع كثير من يعملون في الكهنوت الأرض الإنساني وفي كنائس الناس الأرضية التي تمجد البر الذاتي للإنساني وتقدس القداسة الإنسانية قداسة بابا كذا نيافة كذا حدا ده مقدس بس يلمسه خلاص ورجاله وتتسلط على رعية المسيح بمظهر كاذب للتقوى ولباس باطل للبر هنا عشان كده بيقول لك خلي بالك أول كان عندك قوة إلهية طاقة الصورية الإلهية وتعمل أعمال الحق أي صورة من أعمال الحق خلي بالك زي ما بنعمل خدك فوق ورحلة روحية ورجعها بيعمل بشارة وإنجيل والكلام خلي بالك أنت ناصر زيرو جسد ضعيف روح نشيط 2 كورنثوس 4:7 فهمها بولس الرسول لكن لنا هذا الكنز كنز قوة الله بقت فيك المسيح في أواني خزفية ليكون فضل القوة لله لا منه خلي بالك أول الحتة دي وبعدين عشان يديك القوة الجذب قوة الجاذبية الصورية الروحية من فوق رب يسوع نفسه بيقول يوحنا 6:44 لا يقدر أحد أن يقبل إليه إلا ما يكتسبه الآن قوة جذب قل يوحنا 12:32 وأنا ارتفعت الأرض أجذب إلي إيه؟ الجميع واثنين كورنثوس 4:7 ولكن لنا هذا الكنز في أواني خزفية خزفية الكسب خلي بالك تروح منك في أي وقت هو اللي حاميك وبيخليك ونجيك من الشيطان عشان تعمل أعمالي ما تقولش أنا بقى أشوف مفيش مانع أنا راجل قاعد في الدرب 20 سنة أنا راجل مش عارف بصوم السيارات كلها أنا حافظ الإنجيل 100 مرة أنا بعلم أنا كذا كل ده ولا حاجة ده أنا اللي اخترته ده بيقول ما موسى زعل أول من شعب إسرائيل قال له سيبهم أفنيهم أنا قادر أن أقيم أولاد إبراهيم من هذه الحجارة مفيش حاجة تستحيل عليا فلما أجي أختاره تمجد الله وتشكره وتطلب حتى إيه ما يروحش منك الكنز أواني خزفية يكون فضل قوة لله لا منك إن الكسر راح منك وقبل كسر الكبرياء وقبل السقوط تشامخ الروح 2 كورنثوس 11:14-15 على بتوع الكهنوت ولا عجب لأن الشيطان نفسه يغير شكله في شبه ملاك نور فليس عظيما أن كان خدامه أيضا يغيرون شكلهم خدام للبر الذين نهايتهم تكون حسب أعمال هتاخد أجرتك وتروح منك الحاجة وحاليا هنتكلم على الفقرة هذه
الإرشاد الروحي والعناية الروحية الإلهية. لأن أنت دلوقتي كمؤمن مسيح حق وعندك جسم صورة روحي به موجود الله في الإنسان، وعندك جسم مادي، وبعدين أنت مش موجود فوق، أنت موجود في العالم تحت سلطان الشيطان. الشيطان هو رئيس هذا العالم، والعالم كله قد وضع في الشرير. فلازم يكون عندك شرحنا لك قوة الجاذبية الصورية الإلهية الروحية الإلهية اللي هي هتجذبك وتتحول قوة الجاذبية دي الصورية الروحية فيك إلى أعمال تطلع منك. مراحل دي كلها ما تكتملش، لأن لو اكتملت دي مهمة جدا، هتعمل كل حاجة. فالشيطان بيقاوم، الشيطان بيقاوم نمو الجسم الصور الروحي، خليك معايا، وبيقاوم المؤمن المسيح حق المولود من الله بالإيمان بيسوع المسيح. فهنا هنتكلم عن الإرشاد الروحي والعناية الإلهية. الجسم الصوري الروحي الموجب الحق إيه هو؟ هو مولود الله ذاته، مولود من الذات الإلهية، أي الذات الإلهية الله الآب في الإنسان في المؤمن المسيح الحق، بأقنوم صوراته الإلهية اللي هو ابن الله الرب يسوع المسيح، وبروحه الإله الحق اللي هو الروح القدس. جسم صوري روحي إله مولود فيك، إن لم تولده من فوق لازم تولد من فوق، لا أنت تدخله ملكوت السماوات، مولود من جسد جسد، هو مولود من الروح وروح والله روح. فبتولد من الذات الإلهية اللي هو الله الآب، بصورة الله اللي هو الابن الإلهي، وبروح الله اللي هو الروح الإلهي، بجسم صور روحي إلهي حق، زي ما قلنا لك الكلام ده كله، انتقال السمات والكلام ده. لذلك يلزم ده قانون، أنت ولدت عيل لازم تاخد بالك منه، لازم أن يعتني الله ذاته اللي هو الذات الإلهية بمولود الصور الروحي في الإنسان المؤمن بابنه الوحيد الرب يسوع المسيح الذي هو أكون صورته الإلهية الحق. لازم، مش هتولد، ده الله الآب. شوف أنت بس، لو أنت حتى الشرير في الأرض هتهم عيالك وهتعتني بيهم، مش حال الله بقى ولد في الوجود الإنساني بالإيمان بابنه الوحيد مولود، ولوده من الله، ليس من مشيئة جسد ومشيئة راجل ولا من مشيئة دم، بل من الله. مولودين من الله بالإيمان بيسوع المسيح، كل من يؤمن بالمسيح ولد من الله على طول كده. غسل الميلاد سوى تجديد الروح القدس. فالآب الذات الإلهية وعيالي في العالم هو فوق خالص، ويسوع المسيح قاعد جنبه، ابن الإنسان متجسد موجود، مات في الحياة الأبدية، وعايزين الشغل يحصل. بيتولد بالإيمان، بنبعت إيمان وتم الحاجة دي كلها ويحصل إيمان. فلازم الله ذاته يهتم بإيه؟ بالمولودين، والابن الوحيد رب يسوع المسيح يهتم بإخواته. لذلك تتضمن، لذلك يلزم أن يعتني الله ذات المولود الصور الروحي في الإنسان المؤمن بابن الوحيد رب يسوع المسيح الذي هو أكون صورته الإلهية الحق. واعتناء الله الآب اللي هو ذات الإلهية بمولود الصور الروحي في الإنسان بيكون بإيه؟ بحاجتين. قوة الجلب الصورية الروحية دي فرجتها بقى، يعني دي إيه؟ إن اعتنى بيك وخلاك تخش في الجذب الصور الإلهي هياخدك فوق على طول. هتموت. أول ما تتولد تموت على طول كده. مالكش وجود، تطلع فوق. تتجذب بوجودك الصور الروحي، جذب الصور الإلهي عظيم فوق، تشدك على طول. والمسيح مش عايز كده، عايز يستنى العملية ويبقى في حصاد. فاللي حصل ان هو قوة الجذب الصورية الإلهية دي بيمنحها، يا اما يحولها لقوة أعمال. مفيش مؤمنين قوي يعني لسه حبة بحبة، يبقى مفيش حاجة، بس يا اما تاخد ما يشدهمش بيوقفها، بخليك ما تنجذبش. لو إذا كنت بتحبه قوي جامد يحصل فيك الآيات وتعمل أعمال عظيمة، هذا تتبع المؤمنين، ده مفروض قانون روحي.
لذلك اعتناء الله الاب ذات المولود الصغر الروحي في الانسان يكون بروح القدوس. قال له هبعت لك الروح القدس. ازاي؟ هنقول لك حاجتين. الروح القدوس قوه الجذب الصغريه الروحيه دي ليها ليميتيشن، حدود، ما اقدرش اشد. انا عاوز احفظهم في العالم، لا تاخذهم من العالم بل احفظهم من الشرير، قدسهم في حق عشان يكملوا ويجيبوا غيرهم وتتمم عمليه الولاده ويجيبوا، والا هتتوقف. انا كل ما مثلا افرض اي انسان اتجوز وبتاع وجاب عيال، كل عيل يجي ويموت في الحال. الله هيولد اولاد الانسان بابنه الوحيد الرب يسوع المسيح، وجود صور روحي الى حد ما اقول الله في الانسان صوري روحي هيتشد فوق على طول هيموت. عند الله مش موت، مش مهم، لكن لا مش هي العمليه دي المطلوبه. فالابن بيقول له بتوعي وانت بعتني عشانه، ده الابن الرب يسوع المسيح بالذات بيقول بتوعي انت اللي قلت لي هاته. موضوع قوة الجذب الصورية الإلهية دي هنشوف لها حل. ابطئها شوية. يا إما تظهر في آيات. بدل ما تشدهم لفوق تخش فيه ويطلع في أعمال. فبالطريقة دي لا اتبخرك. تعمل آيات. ودي هتجيب نتيجة. الكنائس أبطأت الشغلة دي كمان. ما بتخشش فيها بتطلع تعمل أعمال. فأصبحت حكاية عقيمة. مفيش نتائج. ايه اللي هيحصل بقى؟ هيبعت له حاجتين عشان عاوز يحافظ على الزرع ده والحصاد ده يجيل. روح القدس اللي هي قوه الارشاد الروحي والعنايه الالهيه اللي هي الملائكه والكائنات الروحيه المقدسه والحاجات دي. إذا تتضمن محبة الله لأبناء المولودين منه صوريا وروحيا، مش هبعت لهم قوة الجذب، مش هدخلهم في مجال الجذب بالصور الروح لأن هيموتوا. إنما هبعت لهم حاجة تانية. قوتين. قوة الإرشاد الروحي الحق. التي هي بالروح القدس، روح الحق. روح الله وروح المسيح يعني. وقوة تانية العناية الإلهية. أعتني بيهم ولادي وإخوات ابني بكرا بين أخوة كثيرين موجودين على صورته. التي هي في مجموعها العناية الإلهية جيش الله العلي القدير، أي الوحدات الروحية للحق المحاربة لقوات الباطل المادي والروح التي تهاجم أبناء الله في العالم. هو الشيطان قد طلبكم وغربكم من الحيطة ليفني إيمانك، ولكن طلبت من أجله وما تراجعت ثابت الآخرين. أبعت لك وأبعت لك الروح القدس، ده اللي بيخش فيك يشهدك الحق ويعمل لك يحول قوة الجذب الصورية الإلهية بدل ما تتشد فوق تطلع منك لبره في آيات وعجائب، فيؤمن الجميع بالرب يسوع المسيح ومجده الله. وفي الإرشاد الروحي الحق يرشد الله المؤمن بروح القدوس، اي بروح القدس روح الحق، ليستقبل المؤمن في ذهنه المادي والروح، ذهنه الجسدي عقله الجسدي والروح، فكر الحق الجسدي والروح، ليسلك به ويفكر به ويستقبل اراده الحق الماديه والروحيه، ليعمل بها العمل الحق ويمتنع بها عن عمل الباطل. يعني بيرشده روح الحق تعمل ايه وما تعملش ايه، تعمل اعمال الحق وتتجنب اعمال الباطل. مهم يعني دي اصل الموضوع كله عشان جسم الصور الروحي يفضل حي وينمو ولا يسقط. وفي العنايه الروحيه الالهيه الحق يجند الله قوته الروحيه المقدسه، قواته من الملائكه والقديسين والارواح المخلصه المباركه لتعين مؤمن المسيح الحق في كل طرق وكل اعماله لتنجيه من الشر وتحفظه من الباطل. ولاده قاعدين تحت، ابعت لهم روحي يفهمهم ويرشدهم، وابعت لهم قواتي تنجيهم من الباطل. انا قاعدين عند الشيطان تحت، ودول عيالي ولادي. وحفظ الله لاولاده عجيب وعظيم ويفيق كل قوه وكل منطق مادي او روحي وكل علم وكل حكمه
وكل تعقل وكل فهم، إذ كل أحكام الله لا تفحص وأعماله لا تستقصى، إذ هو الله العليم القدير القادر على كل شيء ولا يستحيل شيء لديه. وإذا كان لذلك إن كان الله مع الإنسان، ده الإنسان ابن مولود من خلاص بتاعي أنا بتاع الله، إذا كان الله فعلا مع الإنسان يعني مولود من الله فعلا بحق، فكل قوى الباطل المادية والروحية لا يلزم أن تسقط أمامه، تسقط أمام الله، لأن دي أولاده موجودين، لأن الله هو المحارب عن الإنسان وهو الذي يعتني به بقوات الروحية الموجبة ويرشده بروح القدوس روح الحق. ومتى اكتملت محبة الله في قوة الإرشاد الروحي الحق وفي قوة العناية الإلهية الحق، ففي ذلك يلزم أن تكون في الإنسان قوة الله وحكمة الله التي هي في المسيح يسوع ابن الله. فهنا بيقول لك هنا إيه؟ فبالمسيح حكمة الله 1 كورنثوس 1:24، فبالمسيح قوة الله وحكمة الله. وعندك كلمة صليبنا عند اللاتين، كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، أما عنا نحن المخلصين فهي قوة الله للخلاص، ده صليب المسيح اللي هو رمز الخلاص. وبعدين هنا كمان عشان قوة العناية الإلهية تفهمها النصوص بتاعتها، بالنسبة للروح القدس يوحنا 16:13، أما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق. وكمان إن كنتم تحبونني يوحنا 14:17 فاحفظوا وصاياي، أهم حاجة تحفظ وصاياي، أنتوا ولادي فتحفظ وصاياي اللي أنا بقول لك عليها اللي هو المسيح، تحفظ وصاياي هو كلمة الله وعمل الله، تحفظ حاجات. وأنا أطلب من الآب، ده المسيح اللي بيكلمه، احفظوا الوصايا أنا جاي أقولها لك، أنا جايبها من فوق، لا أتكلم من نفسي، أنا جاي أعطاني وصية ماذا أقول وماذا أتكلم. أطلب الآب فيعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم إلى الأبد، روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا يراه ولا يعرفه، وأما أنتم فتعرفونه. ليه؟ لأنه ماكث معكم ويكون فيكم، في مولود الله اللي هو جواك، في جسم الصور الروحي قاعد فيه، فبيرشدك وتحافظ انت على جسمك الصوري حتى يكمل فيه قوة الإرشاد الروحي الحق. وأما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى إيه؟ جميع الحق، ده الإرشاد الروحي الحق. وبعدين مزامير 103 ده العناية الإلهية 2022، ان الرب عنده ملائكة وجيش الله وبيبعتهم للحفاظ على، قبل كده الرب يسوع قدام بيلاطس، مملكتي ليست من هذا العالم. مزامير 103:20-22 ده اللي قوات الله وحداته. باركوا الرب يا ملائكته المقتدرين قوة الفاعلين امره عند سماع صوت كلامه، باركوا الرب يا جميع جنوده جيش الله خدامه العاملين مرضاته، باركوا الرب يا جميع اعماله في كل مواضع سلطان، بارك يا نفسي الرب. فهنا بيفهمك ان الله بيبعت قواته على طول تنجم ابنائه مولود اولاده المولودين منه من سلطان الشيطان. ده بيكلم بولس الرسول، انت اناء مختار لي لكي تفتح عيونهم يرجعوا من سلطان الشيطان من ظلمات الى نور، ومن السلطان الشيطان الى الله بالايمان به، يكون لهم نصيبا مع المقدسين وغفران الخطايا ونصيبا مع المقدسين. هنا رومية 8:31 بيقول لك سيمبل خالص، انت اولاد الله هيحميك هو. فبولس الرسول بيقول لك رومية 8:31 إن كان الله معنا فمن علينا؟ ولا قوة شيطان ولا قوة إنسان. أولاده هيجيبهم فوق، هيجيبهم فوق. بس أنت اطلب ملكوت الله وبره وهيطلعك فوق، لأن أنت مولود الله هيجيبك فوق.
وهنا 1 كورنثوس 1:24، فبالمسيح قوة الله وحكمة الله. وهنا كمان نص ثاني نهائي نقول لك يعني عشان تبقى فاهم، مزامير برضه 91:9-16 بيتنبأ بيشوف، لأن أنت دلوقتي مرور الله وإيه أباك فوق في السماء مش في الأرض، مش في الكنيسة كمان، خلي بالك فوق المسيح فوق كله قاعدين فوق. لأنك مزامير 91:9-16 لأنك قلت، ده مولود الله بيتكلم في الإنسان، أنت يا رب ملجأ جعلت العلي مسكنك، مش قاعد تحت ليس من هذا العهد، لا يلاقيك شر ولا تدنو ضربة من خيمتك، بأنه يوصي ملائكته هنا كلمه قوة العناية إليه لكي يحفظوك في كل طرقك على الأيدي يحملونك لئلا تصطدم حجر برجلك وحجر رجلك على الأسد والصل فطأ الشعبان الشبل والثعبان، شبل اللي هو الأسد الصغير قوي والثعبان تدوس لأنه تعلق بي طبعت بيه وتعلق بيه بقوة الجذب الصورية الإلهية وآمن بيه وبيعمل الحاجات دي. أنجيه أرفعه أجيبه عندي لأنه عرف اسمه. يدعوني فأستجيب له على طول، يبعت قواته. لو بس بيعلمك. أب بيعلم عياله. أما تتمسك شيطان طلبكم وغربكم وطحين اطلب عشان يبقى فيه صلة. ده الصلاة والصوم وكل حاجات وكده كله. يعني تطلع فوق. ما هو أنا في الضيق، لو جاله ضيق أنقذه وأمجده. من طول الأيام أشبعه وأريه خلاصي. مجد الله الآب والابن والروح القدس الآن وعلى الآن. كده يا ليس. واحد امين. والان نختتم هذه المحاضره باسم الرب يسوع المسيح الذي اعطانا الحكمه والقوه لنتكلم ونبشر بانجيل بشاره العلم المسيح حق. والبشاره ينقلها ويحملها رئيس الملائكه جبرائيل حامل هذه البشاره بالالفيه الثالثه، ورئيس الملائكه جليل ميخائيل حافظ هذه البشرة ويقيد الشيطان ويبعده بعيدا. وبعدين هذه البشارة بشارة إنجيل علم المسيح حق راعية البشرة والتي أعطانا إكليل بشارة العظلاء بشارة الحق حق بإنجيل علم المسيح حق. هذا الإكليل هذا هو موجود يتمجد به الرب يسوع المسيح ونبشر باسم القدوس يعطينا قوة وقدرة في التبشير وفي أعمال الحق. مرقس الإنجيلي لأن المصري دعوته ابني هوشع 1:11 هو كاروز بشرط بشرط الإنجيل علم المسيح. والقديس الحبيب كرولوس الثالث هو شفيع بشرط إنجيل علم المسيح حق والمغتنم بنا روحيا من 9 مارس 1971 حتى الآن عن 44 عاما ويعمل معنا، ومعه قرينه الروحي رئيس الخدمات الروحيه لبشارة انجيل علم المسيح حق مريمينا القديس مريمينا العجائبي، والذي هو تمم عمل العمليه الروحيه لنقل صوره ذاتي من جسم الصور الروحي الى ذاتي في عقل الجسد الحي في العالم، وذلك من 14 اغسطس حتى 21 اغسطس، وبعدها نمنا اكل عظلاء لبشاره الحق. ومعنا كمان القديسين بولس وبطرس رسول الامم ورسول الختان. قديس بولس الرسول ده رسول الامم الذي قال الله الرب يسوع تفتح عيونهم ليرجعوا من الظلمات ولا نور ومن سلطان الشيطان الى الله بالايمان به يسوع يعني
ليكون له نصيبا مع المخلصين وغفرا خطاياهم، غفرا خطاياهم ونصيبا مع المخلصين. ومعه القديس بطرس الرسول اللي هو مهم جدا هنا، هذا رسول بطرس رسول رسول الامم، وبطرس رسول رسول الختان اللي هي اسرائيل اللي هو شعب الله اللي هو المختار في الاول والذي يرجع في النهايه ويؤمن بالرب يسوع المسيح في بشارة انجيل علم المسيح حق. عندما تكتمل في اعمال الحق وايات الحق لتحويل طاقه قوه الجذب الصوريه الروحيه الى طاقه اعمال تخرج من مجال الطاقه الانسانيه عندنا هنا وتعمل ايات عظيمه باسم الرب يكون خلالك. ومن مصر دعوت ابني زي ما انت شايف كده، ده اللوجو بتاع ديفند كريستيانتي ايجيبشن امريكان فاونديشن وذا ترو كريستيان ساينس اورجنايزيشن اللي هو صدر من مصر، اللي انت شايف ثلاث اهرامات وابو الهول ورمز الحياه اللي هو ايجيبشن اف رمز الخلود اللي هو موجود ده، وطبعا ابو الهول اللي هو يرمز لتجسد المسيح في جسد انساني لخلاص الهول الانساني. والاهرامات الثلاثه القائمه الى الان مده طويله جدا وعظيمه وخالده تمثل الاب والابن والروح القدس الثلاثه في واحد، لان هو دول ثلاثه ملوك هو خوفو وخفرع ومنفر، فهم دول موجودين. وهنا موجوده هنا اللي هي الصليب، علامه الصليب الموجوده براس الدائره وراس الرب يسوع المسيح الذي ترمز الى صلبه وقيامته، لانه الان ده رمز للصلب ورمز للقيامه صاعد الى السماوات. وعلى الناحيتين هنا تمثال الحريه ستاتي اوف ليبرتي اللي هو العصر الحديث دلوقتي في العلم المادي، والكلام ده كده يقترن بالعلم الروحي الريليجن والعلم الحكمه المصريين القدماء، وعلى راسه الرب يسوع المسيح اللي هو قيامه المسيح، وبعدين ثلاث في باب الكنيسه تحته العلم المسيحي الحق، ومقول تحتها رسائل العلم المسيحي للعالم المسيحي. الوحده الفكريه للكنائس المسيحيه في علم واحد جامع كامل. بشارة انجيل العلم المسيح الحق والعبد المتواضع اللي هو انا هنا اللي هو ده موجود، الصوره دي حاملها للصليب، هذه الصوره من سنه 1975 وفيها كان اخترع بلاد قديس بولس بقاله 4 سنوات واحسست بيه والكلام ده كله، فرفعت الصليب زي ما هو رافعه هنا بالظبط، وابتدات البشاره واكتملت وحاليا ونبشر فيها في المحاضره الرقم 108. امين يا ليس المجد ليسوع. انا هو الطريق والحق والحياه، ليس احد ياتي الى الاب الا بي. انا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمه بل يكون له نور الحياة. أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر، لن أترككم يتامى. إن ذهبت أرسل لكم الروح القدس يرشدكم إلى جميع الحق ويكون ماكس فيكم ويكون فيكم. أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا، وكل من كان حيا وآمن بي فلن يموت إلى الأبد. أنا الكرمة وأبي الكرام، كل غصن يأتي بي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر. أنا الكرمة وأنتم الأغصان، بدوني لا تستطيعوا أن تفعلوا شيئا. اثبتوا فيا وأنا فيكم، إن لم تثبتوا فيا فصير كالغصن الذي يجف ويجمعونه وفلقونا في النار فيحترق. امين كرياليسو. مبارك الاتي باسم الرب في بشاره انجيل العلم المسيح الحق للعالم اكبر. يعاوننا رؤساء ملائكه، رئيس الملائكه جبرائيل حامل البشاره وناقلها ومجددها ومعطي القوات، ورئيس الملائكة الجليل ميخائيل حافظ البشارة حتى لا يهاجمنا به الشيطان، حتى لا يهاجمنا الشيطان ويخضع الكنائس
والعالم والفكر الإنساني لخلاص الأبدي للرب يسوع المسيح إله الحق والحياة الأبدية ابن الله الوحيد الأزلي الأبدي. المجد لاسمه القدوس كل حين. ومعانا جميع القديسين عذراء مريم وبنينوس إنجيلي وبنينا عجيبي وقديس كلوس وسائر القديسين يعاونون. أمين كرياليسون. مبارك الآتي باسم الرب. كرياليسون يا رب يا رب بارك يا رب احفظ. أمين.